زياد ما في شك كان طفل مميز، وكنت احمله وكنت لعبه. زياد بيلتقي مع كل انسان اجى على العالم. انا بعرف زياد كان ولد، كنت نروح عند بيو نقعد بالمكتب بداره، حسوا انه انا اتشارع كثير مرحوم بيو مع كل احترامي لعاصي، يعني حس انه زياد اقرب لي من باهله. يعني كان انسان يعني محصور بالتربيه، يعني بده ينطلق يعني وممسوك بإيدين قوية كتير كتير. كيفك انت ملا انت؟ تفضل قادرين. تفضل انت. انت فايت. زياد، شو بتروي لي عن طفولتك الأولى؟ الأولى كيف يعني؟ شو بتظن؟ طفولة واحدة أنا بعرف، يعني أول ما بلش الواحد يوعى الأشياء، الصورة الأولى للعالم إذا بدك، الأفكار الأولى كانت يعني الطفولة إذا بدك مبلشة من إنه الطفولة قلبي. أول شيء إنه كنت كتير مني على اتصال بالمجتمع بسبب وضع العائلة، إنه ابن فيروز وعاصر الرحباني، بس هن يكونوا عندهم أي مشروع فني ممنوع حدا يتحرك من البيت، يعني ويروحوا يسافروا يعملوا حفلة برا، إنه معنا بالبيت حدا مربي عايشة معنا بسبب وضع خي اللي هو مريض من وقت نخلية، وإنه ممنوع نتحرك لبين ما يرجعوا. هلا بس يرجعوا كمان انه في اشياء مسموحه وفي اشياء مش مسموحه، كانه كانوا كثير كاهل كانوا كثير حريصين على انه اوعك وين رايح، اصحك تروح لمحل فلاني وحدك، وتحديدا يعني بي اكثر من امي. فهيدي الطفوله هاي اذا بدك هاي الاولى يعني. ليه ما طلع منك شيء بالدرس؟ والله ظليت منيح لوقت ما بلشت فكر بالموسيقى، كنت منيح يعني بلشت منيح، وبعدين تدهور وضع المدرسة بشكل مفاجئ يعني، بس صار واحد يعني هني عم بيشرحوا على اللوح بعض الفورمولات اللي بدها حفظ، بدها منيح حفظ يعني.
خاصة بالكيمياء كان في جزء كبير من الحفظ أكثر من الفهم، مع أنه في ناس موهوبين بالكيمياء يعني فهمانين ليش الفورميل المركبة هيك. نحن كنا نتكل على أنه إن شاء الله نقلطها، يعني بالنهاية أنه ما كنت كتير عارف شو معود فيدك الكيمياء بحياتك بعدين. ها. إيه. صار يتدهور الواحد بس بلش يطنطن على الطاولة، عرفت كيف؟ انه هيك عم بتدقدق على الطاولة مشروع شغلة انه ممكن هادي دقة، وبشكل لاواعي انتبه، يعني مش انه قصدا انه بدك تتابع الكيمياء. كنت اخد معي اوراق نوتة حطهم اوقات تحت يبقى عنا كلاسور يسموه، انه مفروض تاخد منه شو عم بيشرحوا على اللوح، تاخد مقتضب انت نوت، حاطت ورقة نوت تحتها، واوقات يعني تنسى حالك ما تنتبه انه صار شايفك هو، لانه مثلا نازل طنطنه وكذا تحس بصمت صار تطلع تلاقي انه شايفك وكل ناطرك لتخلص. العائله قبلوا هالتوجه او هالتدهور اللي صار؟ ما يعني ما صار في بحث، يعني ما اجى، ما كان التمرد، يعني ما لحقوا دور للبحث بالبيت هذا، يعني انه كانت مفاجاه انه صايد بالبكالوريا القسم الثاني. ليه؟ لانه هي نتيجه عمر، يعني في قبل بروفيه وفي قبل سيرتيفيكا وفي خلصنا. ايه. انه هلا عم تسالوني هلا تعوانا هلا. قل الاهتمام يعني بالدرس، بمعنى انه طيب انا باي جامعه بدي فوت؟ هذا اعطينا على ذكره كمان. بدي شو بدي اعمل اذا بدي فوت؟ موسيقى، ما عم عندنا استاذ موسيقى عم يعلمنا الحمد لله. شو بدنا نعمل هناك؟ لأنه هو الأول بالعائلة الرحبانية كان فرح العائلة كبير فيه. ربي تربية مرهفة وتربية غنية شوي، معلش، حتى أنه يمكن بطفولته كان يسأل كل إنسان سيارتك وين؟ حشرت بعدين قلت له لا عمي مش كل الناس عندها سيارات، ما كان يعرف. لذلك لما صار يفكر وسرعان ما اجته الاسئله، لانه هذا الصبي ما في شك انه ذكي وسريع الالتقاط، صار يشوف تعس الوجود وحزن الاخرين، صار تعمل له تحول، وبعدين يبدو انه هو قرر انه يعيش حياه الناس التعساء، يعمل تجربه كبيره وحياه الفقراء، ويعرف يختبر الحياه، ينزل على الوحل. تفكير بترك البيت انه كان اكثر من انه واحد بده يستقل، يعني انه بالنهايه قرار اقتصادي بالدرجه الاولى او مرتبط بالشان الاقتصادي؟ لا، كان مرتبط باشياء ثانيه كمان، اشياء شوي عائليه، اجواء عائليه، انه حسيت انه ما في كثير كفي بهالاجواء. يعني بس ما كان بيتنفذ بلا ما يكون معك، كان في خلاف عائلي. آه. يعني منه سر عم بيقولوا الواحد، كان في جو خلاف، وعيت له انا اذا هديك طفوله اولى، بالطفوله الثانيه اذا بدك، بلشت اعاله انا انه في شيء مش ظابط بالبيت يعني. فانتهت بانه طيب خلينا نترك البيت ونفتش على شغل. كان معك مصاري؟ اقتصاديا لا، شو منين بنجيب مصاري كنا يعني؟ في شيء يعني. ايه فتشت على شغل يعني. كانوا هن يعطونا مصاري اذا بدهم يعني. اول بيت استاجرته من وين دفعت؟ رحت صرت اشتغل عازف بيانو مع مطربين يعني، وكونه بي دخلني قلت لك يعني بي كان محمس لانه منه عاطي للفن قد ما المجتمع بيحكي عنه. يعني امي كانت اكثر مع انه لازم تكفي المدرسه، هاي واحدة ما دخل إذا أنت بتحس إنه بدك تشتغل موسيقى لازم تكفي المدرسة. بي كان مثل مش فارقة كتير معه إنه إذا زبطت معك بالموسيقى شو بدك بهالمدرسة، ما يقول لي إياها، بس إنه يعني التصرف اللي تصرفه بدل هيك بدل على إيه، إنه عدم كتير أهمية للمدرسة، إنه متابعة مش أهمية، إنه راسه بغير محل يعني، هو يعني بلحن ويشتغل ويعمله.
سألني قال لي دخلك أنت سنة سيزيام ولا ستيام؟ كنت صرت أنا بعد عندي سنة عم بحضر للبكالوريا. عزمني على سهرة إنه بالبيت عندهم، قال لي تعال معنا هلا جاية مجموعة أدباء وفنانين وكذا. قعدت أنا لأول مرة بحضر هيك جلسة يعني. فجأة التفت فيه قال لي دخلك أنت سيزيام ولا ستيام؟ يعني عزت علي الدنيا إنه قاعد عم بروح مدرسة لأجلكم، يعني أنتوا عم تبعتوني يعني قايلين لي إنه ضروري تروح على المدرسة. إذا رجعت لإلي يعني أخت اللي بيروح على المدرسة يعني، عرفت كيف؟ إنه بتجي بعد كل هالعمر تقول لي سيزيام، ما قلطناهم ولا مقضيين سنين لوصلنا لهذا. فهيك يعني كانت علاقته فيي بالمدرسة مش هم، ويقول لي اسمع لي هالغنية، يعني هي أهم من إنه شو جاي بنقط هالجمعة. إيه يقول لي إنه مثلا هيك ولا هيك أحسن، كنا عم بلحن شغلي لفيروز يعني. يعني عم بيلهيك هو عم بيلهيك عن الدرس يعني. وطابق تاني البيانو حاطينه بأوضة بدك تطلع درج حاطين البيانو عنده بيت يعني أرميت، كان في طاري بيبقى طابق تاني واطي في مثل متخت يعني، البيانو فوق طلع إنه عم تدرس إنه وبدك وأي ولد بده شغلة اللي هي عن درس يعني. طالع يسمعك إنه وعم بيعطيك ثقة إنه أعطيني رأيك بهاي، هاي أحسن ولا هاي فرق يعني نص نوتة هي إنه تارارم ولا تارارم. بصير أحسه عم بيحذرني يعني إنه قل له أنا فضلت هاي، قل لي عفاك عفاك إنه أنت يعني فهيم كتير وخلص ما في يعني بدك تطلع موسيقى. إنه أنت ما بتتصور إنه الأخوان الرحباني مديونين؟ لا ما بتصور. لا مديونين يعني بدأ بعطيك بعدين أسامي البنوك هي هي بتعمل بتتأكد في شي عم بيرف هونيك. كيفك انت ملا انت زياد بالنسبة لأهله يعني عاش بجو فيروز وعاصي ومنصور وكان جو فني كتير رائع وكتير ما عنده وقت لعدة اشياء يمكن كان بحاجة الى زياد لو كان طفل بغير هيك بيت، بس لانه انوجد بهيك بيت ما في حدا بيقدر لا زياد ولا اي شخص اخر يطلب من زياد انه يكون عنده نشأة أو يكون في اهتمام فيه مثل نشأة مطلق أي طفل ببيت عادي أو اهتمام أي بيت عادي بأي طفل موجود عنده. وأنا برأيي إذا كان بيعتبروا نوع من الغلط أو نوع من التهمة أنه عاصي الرحباني أو الست فيروز مثلا ما كان في عندهم هذا الاهتمام العادي بالأولاد، لا كان في هذا الاهتمام. وأنا بعرف أنه يمكن زياد على وزنه هلا امه مشتريت له جرافاتات مثلا كلسات بدل ما كان يلبس شيء من الاشياء، كان يحب الصباط اللي خارج لحاله اللي بيتجلوف. وانما طبعا كان في مثل مطلق اي ام ومثل مطلق اي باي في هالحنين هذا موجود، وانما كان في نوع من الهاجس. يمكن هلا اذا فكر في زياد بلاقيه لان صار في عنده ولد، وبعتقد زياد وقت اللي بيجتمع مع ابنه اذا كان ابنه عم يدرس موسيقى واذا كان ابنه عم يدرس الدروس العاديه اللي بيدرسوها كل الاولاد، لو اخذ بالحساب مثلا 0 على 20 ما راح يتضايق، بس اذا اخذ بالموسيقى 15 على 20 بتضايق. يعني دايما عند الفنانين او الناس المميزين بكثير من اعمالهم اللي لها علاقه بالفكر أو بالأدب أو بالفن، نظرتهم لأولادهم عبر الممارسة اللي عم بيمارسوها بالنسبة لأعمالهم غير نظرة بقية الأهل. يعني أنا يمكن بلاقيها حسن كتير منيحة أنه عاصي الرحباني ما كان يعرف ابنه بأي صف. لو كان بيعرف ابنه بأي صف كان زياد طلع مهندس، يمكن كان بيشتغل بالعقارات اليوم، يمكن كان إنسان محامي أو طبيب، أو ما كان زياد اللي عامل هالخضة الطويلة العريضة من حوالي تقريباً 17-18 سنة لحد اليوم.
بهالمرحلة هي بلشت هيك تقرب أكثر وتوضح التيار الفكري اللي بعدين بين عندك بالمسرح وبالإذاعيات و... يعني بين عند وبين أول شيء يعني إنه اكتشفت إنه ما فيك تكون مستقل بقرار إذا مش مستقل اقتصاديا. هيدي يعني طلعت قريه بمحل علمونا إياها بالمدرسة بلشت اكتشفها إنه فعلا مزبوطة. إنه إذا أهلك بيقولوا لك إذا ما بتجي الليلة بتنام بالبيت ما في لك خارجية مثلا، بدك تجي تنام بالبيت شو ما كان وضعه البيت، لو بده يقلب عليك الجسر اللي لاقط السقف. اكتشفت إنه هالجملة، هلا أهلي ما كانوا قايلين لي هيك لإلي شخصيا، إنه بالعكس في إغراءات إنه قد إيه بدك خي بس اقعد بالبيت، قلنا لهم شيء ما بينطاق. فبس إنه عادة الأهل يعني بيحكموا أوقات بلش من العائلة من خلية العائلة بيحكموا علاقتهم بأولادهم بقصة الاستقلال المادي. بتلاحظها عند البنت أكتر من عند الشاب، يعني من هيك ثلاث أرباع الجيزات بتطلع هريبة من البيت أكتر ما هي إنه علاقة حب أو عرفت كيف؟ ما يعني ما كانت طفولة إنه عادية، يمكن لو كفينا مدرسة عادي وكذا ما كنا اليوم عم نجرب ناطرين إنه شي مطرب تقدر تلحن له، وإلا ما بتلحنوه وخذها عود بالبيت بقى، وإنه هاي ما بعملها وهاي بعملها وهاي ما بعملها. عرفت كيف؟ إنه إذا كل اللي العروض اللي بتجيك بتعملها بصير معك مصاري، يعني بتشتري جزيرة من هول الجزر الباقيين بعد ما حدا شاريهن، بس انه ما فيك تعمله. يمكن لو تعلم له شيء مصلحة الواحد وقتها وضله بالمدرسة وما خربوا له راسه انه الفن هو اهم شيء، يعني كان بتكون احسن. هلا احسن لك؟ احسن لوضعك الاجتماعي. انه اذا عندك رغبة تعمل شيء فني يمكن تقدر تعمله، بس بارادتك تعمله، مش انه متوخى انه تعيش منه ونفس الوقت يكون منيح. هذا اللي مش عم بيتوفق هلا فيه الواحد، انه يوفق بين انه يكون منيح وبينعاش منه. اللي بينعاش منه هو اللي بتشوفه على التلفزيونات وبالمطاعم وبالهذا، هذا بينعاش منه منيح. واذا مطرب بيقول لك عم ينعي انه هذا بيكون كذاب من كذاب، يعني بينعاش منه على التقيل. وكل الموسيقيين اللبنانيين اللي عم يشتغلوا بالفرق العازفين حتى وضعهم ممتاز، وفي البعض منهم عندهم بنايتين ثلاثة ملك بيأجرون للغير وما حدا ينعي عن وضع الفن. في كم شخص فيهم ينعوا عن الوضع الفني، منهم استاذي بغوث جلاليون اللي هو قاعد ببيت ورجع بعد كل سنين الحرب رجع على المعهد يعلم كاستاذ، يعني وهذا دخله الوحيد، وصار عم ياخذ تلاميذ خاص عنده بالبيت. وهذا انسان بكاتب قصص لبيانو بتنعزف بالعالم، بتتدخل بريبرتوار بدق له اياها وليد حوراني، وليد عقل، عبد الرحمن الباشا بيعزفوا له اياها، يعني وقاعد ببيته وما في ما حدا بيطلب منه شيء، بس اي طبال بدق بمطعم بيطلع اكثر منه 100 مره. فانه في تناقض كبير بهالوسط، انه اذا نعالك فنان خبرنا. تكرم زياد، كيف قربت من الفكر اليساري؟ من ماركس ودينين؟ من هالجملة، إنه بس تستقل مادياً بيستقل قرارك، يعني لأنه الحياة هي اقتصاد بالنهاية. ما فت بحزب طبعاً بعدين، والحلم هو اقتصاد كمان. أنت فيك تحلم بصباط مبلش سعره بأربع أرقام؟ لا. معناتها مش حر، أنت طالما في مصاري منك حر. يعني الفكر الرأسمالي بيقول انه اعطوا الحرية لكل العالم وخليه يتنافسوا، تمشي المبادرة الفردية وبهيك بيتحسنوا لانه بصيروا عم بيتنافسوا. ثبت مع الوقت رغم الانهيارات اللي اثبتتها التنفيذ الاشتراكية بهالعدد من البلدان،
ما بيمنع انه هناك الخطأ مش بعده صحيح، يعني ثبت انه التنافس عم بيصير على الاكثر مش على احسن، يعني انه مين بيقدر يطلع اكثر بوقت مش احسن. كان في التيارات الفكرية، التيارات الفنية، التيارات السياسية، كان عندك الليبرالية، البرجوازية بكل أبعاد، الرأسمالية، الاشتراكية. ضمن إطار هالجو يعني نشأ زياد وتكون، وإنما ما بعرف مثل ما بيقولوا سبحان الله في ناس بيبقوا يكونوا مميزين. يعني زياد من الصنف ما لازم يروح من هون على أمريكا لا يعرف أمريكا، يعني ما لازم يقرأ كل لينين لا يعرف الاشتراكية، ما لازم يفوت على كل بيوت الفقراء لا يعرف شو معنات الفقر. عنده نوع من مخزون داخلي وقدرة على التفكير والتحليل عبر هالنشأة هيدي. هالاشياء خولته انه يقدر ياخد موقف من كل القضايا الموجودة حواليه ويقدر يطلع على كل القضايا الموجودة حواليه ويختار. وبالإضافة لاختياراته الشيء اللي أضافه على الاختيار من عنده هو بيزيد. يعني أنا ذاكر جملة بأيامها كيف بلشت أوعى الأشياء، قريت كتاب لروجيه جارودي، هذا اعتنق الإسلام بعدين كمان بعد كل التطرف تبعه، بس أنه بعده عنده أفكار بيكتب بنفس اتجاه، بس اعتنع كمان بالدين الإسلامي، انه عم بيشرح لك انه لما بيكتبوا لك عليها مثلا عمره 1000 ساعة، هذا شيء ما فيك تعايره بحياتك انت. اذا لعبوا ب 200 ساعة بعمر اللمبة، حسبهم على كم لمبة بينجوا بالسنة، بتعرف قد ايه بيربحوا، انت ما فيك تعايرها، بتحس انه هذه ما ضاينت قد اللي قبلها، بتقول يمكن لانه الكهرباء عم تلعب او بهيدي فيها ديفو مثلا، يعني ما فايت بالتحليل. هاي جملة مثلا سطرتها انا وعم بقرا بالكتاب، انه يعني الاستغلال الإنسان للإنسان فيه يصير بشكل كتير خفي وتراكمي، يعني هذا اللي تعلمته عرفت كيف من بس بلشت يعني أختلط بالناس. ويمكن الوقت اللي صارت فيه هالأشياء يعني أنه كان كمان وقت مناسب جاهز إنه طبعا كانت صحيح. الفترة بالبلد يعني أنه تحرك طلابي وجامعات وكل الفترة في مسيرة على خبرية، بدك ديمقراطية بالظبط بده يمشي بدون وجود تآمر، ما بده يكون في جياب، لا بدون بدك تعرف شو هامل هذا اللي عم يصوت مع هداك. أنا وإنت ملا إنت، رغم اللي صار بالبلد هون بكل فصوله ورغم اللي صار بالعالم كمان من انهيارات وتغييرات، بعدك مستقر فكريا؟ بالنسبة لألي أنا يعني ما فيني يكون مستقل عن مستقر. إيه عم بقول لك ما في يكون مستقل عن شو عم بيصير حولك، يعني ما فيني اذا هذا المفرق صار نزول وكلهم عم ينزلوا فيه بدي انزل فيه لاوصل على البيت، بس مستقر انا بقناعتي ايه مستقر، لانه العالم مش مستقر. يزيل الشعر بلطف خلال دقائق، تترك مواده المرطبة ملمس بشرتك طريا ناعما بنعومة الثمرة النضر. أمك، الطريقة السريعة والناعمة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه. Michael Jordan remembers the Olympic Games. How does it feel to bring home Olympic gold? It feels great. Michael, what will you remember most about the games? Comfort. Comfort? I left my regular underwear at home, but I discovered these. A Bondurado. It look and feel great. To enjoy comfort like Michael Jordan doesn't cost you a lot.
عملك الأول ابن 17 سنة بعتقد 16 17 شيء مزبوط. سهرية 20 سنة مرق على سهرية هلأ اللي بيراجع هالعمل بلاقي أنه كنت ابن الأخوين رحباني فنيا طلعت منه مزبوط يعني بهيداك الوقت في ضيعة وفي أغاني وفي معلم نخلة. هلأ بعد 20 سنة شو رأيك بهالعمل؟ هذا العمل يعني كذا مرة حكينا عنه آراء من بعد ما بلشنا نعمل غير مسرحية وبتصور إنه يعني قلط بالسلامة يعني ما كان عمل بالفعل إلا مثل ما عم تقول هو عمل تقليد تقريبا يعني مش تقليد يعني متأثر بالأعمال الرحباني لدرجة إنه كأنك مغطسه طالع اللون هو ذاته هو أقل من مسرح الأخوين الرحباني بدون شك أكيد مش بمستوى اللي عملوه غنائيا لأنه حوارات غنائية هن يشتغلوا عليها كانت هي الميزة أعمالهم الغنائية كأنه مغطسوا عم بقول لك بلون وشايله هو ذاته بس مع الفرق لأنه طبعا الطاقات الغنائية مش فيروز ونصري وفرقة طويلة عريضة عمل مبسط عن أعمال الرحباني. بس وقت ما عالمها المسرحية اسمها سهرية وعرضها باب النية وعزمني قال لي اطلع شوف هالمسرحية أنا قلت يعني تلميذ مدرسة أو شاب صغير كان عمره 16 سنة عامل مسرحية حلوة هو طلاب مدرسة بس بالحقيقة طلعت شفت مسرحية من أهم المسرحيات ومن بعد ما انتهى العرض طلبت مقابلته إجا ولقى حاله هيك على المسرح وقال لي أمور طلع مسرحية حلوة كتير لازم ننقلها على الحمرة قال لي ديركت على الحمرة يعني مثلا ما موقف على الدورة على بوليكاربوس قال لي أنا إجر الطنبر أنقل الديكور ما معي طلع أنت ما تهتم بشي أنا بنقل المسرحية وبدفع مصاريفها وبدفع كل شي بس أنت وافي وهيدا اللي حصل عرضنا مسرحية سهرية الله يرحمه عاصي والست فيروز ما معهم خبر انه عامل مسرحية بهالأهمية ونجحت نجاح هايل يعني كانوا الناس كل الوقت كل الحفلات كومبلي والناس اللي يحضروا هنو طالعين يقطعوا تذاكر لقرايبين هون ليتمكنوا يحضروا. شهد مسرح سينما أورلي في الأسبوع الماضي ولادة نابغة فنية جديدة في لبنان ألا وهو زياد الرحباني ابن فيروز وعاصي الرحباني الذي برهن هذه المرة عن طاقة واسعة في التأليف والتلحين حتى جاء عمله هذا من أجمل وأكمل ما شهده المسرح اللبناني حتى اليوم. سوف يتحدث العارفون كثيرا عن نزل السرور وأبعاد هذا العمل الرائع. لافت تفكر فيه الواحد أنه ديركت سنة واحدة يمكن كان في نزل السرور يعني هالوقت القصير والقياسي خلينا نقول لحتى عملت نقلة مهمة وعملت خط جديد بالمسرح يعني وقت ما نو كافي لواحد لا يتعرف لا على المدارس المسرحية ولا حتى يشوف مسرح لا عالمي ولا عربي. هاي السنة بين سهرية ونزل السرور شو هي بحياة شو صار زياد؟ شو صار بحياة زياد رحباني المسرح خلينا نقول ما حصل شيء لأنه أنا ماني قاري بوقتها على القليلة ماني قاري كنت مسرح غير اللي يطلبوه منا بالمدرسة يعني هذا ضمن مفروض ضمن عم تدرس بكالوريا أدبي مطلوب انه هول يمرقوا عليك مثلا ببروغرامنا نحنا كان في لابيش بالمسرح بانيول كان في طبعا موليير وراسين حسيت انه هول الجماعة علق براسي فيهم زلمة اسمه بانيول بالذات مارسيل بانيول وكتير تأثرت فيه يعني بشكل انه حسيت دغري انه لو في واحد يعرف يكتب شيء مثل هاللغة اللي عم يكتبها اللي هي تشبه لغتنا بالشارع
بس بفرق وحيد انه هو بغير بلد وفرنساوي، يعني صياغته للجمال منا صياغه كثير ادبيه، يعني بمعنى الادب مش انه بلا ادب، يعني انه ما كثير عاطي الجمله انه هون الفعل بيكون وهون بيكون الاسم، هون بيجي الخبر، هون بيجي المبتدا، كاتب صياغه مثل كانه مسجله، اكيد ما كان معه مسجله بايامها، كانه مسجلها ومفرغها، يعني مسجلها من شارع وعيد مفرغها. حاولت انت بنزل صوت، في محاوله صوب هاللغه يمكن ما كثير مكتمله، بس صح صح، يعني اكثر مسرحيه يمكن بندم اني عملتها بالصيغه بس اسمها هي نزل الصور بين كل المسرحيات، يعني مع ان مسرحيه، يعني سهريه ما انا مسرحيه، مع ان المسرحيه اللي قدمت اكثر شيء قدمتك للناس، يعني مزبوط بيحكوا فيها نزل سرور بسبب يمكن تزامن وضعها قبل الحرب، يعني اكثر شيء يمكن خلى الناس يحكوا فيها هالقد، لانه كانت يعني ساقه بدغري بدايه الحرب وراها، وفيها بعض الكلمات انه اتطابقت مع اشياء حدثت بحرب السنتين اللي بنسميها، انتبه صحيح. مش هاي الحرب كلها صحيح صحيح، مثل انه كنا في احلى الفنادق، كنا في احلى الفنادق نزلونا على الخنادق كذا، انه احترق اوتيل الفلاني، احترق اوتيل الفلاني بالمنطقه اللي بين المنطقتين اللي كلها فنادق، كانت طلعت مثل عم يبصر بوقتها. ايه بالضبط، بس مش انه كان هالشيء، يعني انه كتير 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 مدروس، وانه واحد عنده نظرة بعيدة مش صحيح. كنا في احلى الفنادق جرجرونا عالخنادق، وشكلنا ليس بلائق قبل مجيد يا عفريت، قبل مجيد يا عفريت. كأنك ما كنت قابض هالثورة جد من هداك الوقت، يعني بيشوف نزل السرور من أولها لآخرها بحس ما أنك قابض لصاص جد، عملت مهزلة. هون بدك تعطيني وقت جاوبك. تفضل. يعني أول شيء بنزل السرور بدك تشوف أول شيء قد ايه كان عمره الواحد، يعني كان عمري 17 سنة 17 ونص هيك، يعني فايت 18 فايت فيها بمحل غلط، يعني كاين انه مبلش واحد يقرا جرايد طازه انه عم بيتابع الوضع السياسي، يعني العبقري الصغير. ايه باذن الله. اوكي. فدغري اخذت قرارات، يعني انه هيدي مثلا هذا يسار متطرف، يسار مغامر، كانوا هلا بنسوا هالكلمات العالم، هذا اليسار المغامر يعني اللي بيفجر مثلا بدر ماينهوف هول اللي لقطوهم كلهم اخر شيء بالمانيا، انه هو الجماعة غير الحزب اللي بيبقى يساري حزب جماهيري كبير، انه كنا حاطين ثلاث نماذج عن اليسار، بس انا كنت بعدني ما كتير مستوعبهم صراحة، يعني اول ما بلش تقرا جرايد وبدك تتعاطى بالموضوع، لانه هاي الحادثة تبع الاختطاف هيك علقت براسي، حسيت انه بينعمل منها مسرحية هون، خاصة انه روالي تفاصيلها شخص على الان جوا. إذا بنك أوف أمريكا كان الثالث وطلوع وكان ما دخلوا من هون، دخل علي بعض الناس مسلحين واحتجزوا رهائن فوق، وجت الدولة بأثنائها طوقت هالمبنى هيدا من هالجهة ومن هالجهة، يعني على أسطوع البنايات، واجوا بالهليكوبتر كان من ورا قوى الأمن، يعني شي 300-400 عنصر ونزلوا عليهم من فوق. شفت ما انا طلعت طلعوني معهم على الثالث، لاني ما كانش يعرفوا 16، طلعوني معهم على الثالث لفوق على البنايه تبع بوف امريكا ونزلت انا وياهم، وصارت الاقتحام عليهم. نزلت الطوافات انقذت، يعني جابوا وقت طلع معهم فكره الدوله انه كيف بدهم ينقذوا هالناس، جابوا اهالي الخاطفين عرفوا اساميهم وحطوهم على السطح وقتها، هيك بذكر على سطح البنك لحتى اللي يعملوا لهم نوع من انه ما بقى فيكم تفجروا المحل، يعني بس كان في شغله منيحه انه مثلا هيك التفاصيل كنا عم نتابعها بالمدرسه، عم يشرح لنا على اللوح هو ونحن عم ايوه هلا الشغل. انت بدنا نسجل ثلاث تجارب الاولى، نزل السرور وفيلم امريكي شو بالنسبه لبكره شو
فيلم أمريكي طويل بالنسبة لبكرة شو الحقيقة تجارب كتير قرب من بعضها يعني كان بنية واحدة وطبعا شيء فاشل ولكن في مستويات متعددة مسرح هو مش مسرح عنده مكونات المسرحية المعروفة مسرح أساسه الممثل والحوار الرشيء والالتماع السريع عند الناس فيها بالمسرحية الأخرانية اللي قدمها البيكاديلي يبدو زياد بده كأنه بده يكمل مسرحياته وخطه المسرحي السابق وبده يعمل شيء جديد أنا بحكم على السمع اللي شفته اللي سمعته يعني أنا بعتبر مسرح زياد هو مسرح شعبي الوحيد بلبنان هوديك مسرح تجاري كله تحت تسمية مسرح شعبي وهو الممثل الشعبي الوحيد بعد مرحوم شوشو لتصلوا ككاتب مسرحي بكشوف عليه زياد بالكتابة زياد ما بيطيق الكتابة عنده ما بعرف إذا هيدي قصة يعني وعي الواحد بشكل الكتابة اللي بيكتبها زياد في عندك نوع من اللغة بيمارس تأليفها رغم كونها موجودة ومؤلفة بيمارس تأليفها بلبنان حوالي قدها 3 ملايين اللبنانية 4 ملايين يوميا بيمارسوا كتابتها يوميا بيحسفوا من شيء يوميا بضيفوا عليها شيء يوميا بلاقوا انه في بعض الاشياء ما فيك تمد ايدك عليها مثل صباح الخير مثلا مثل كيفك مثل اشتقنا لك يعني في جمل مثل الكاتب اللي حس انه نزلت هاي الكلمة مطرحها ما بتتغير وعندك اشياء تانية قابلة للتبديل تغيير زياد بينتمي لهاللغة هاي زياد بيقعد وبيمسك الورقة لحتى تنلغى الورقة من قدامه وبياخد القلم لحتى يبطل يكون في قلم بإيده زياد بيقعد حتى ما يكتب مش حتى يكتب وحتى ما يألف مش حتى يألف وهيدي قصة بعتقد أنا مثل ما وصلوا الأخوان رحباني لذروة التأليف الوجداني يعني عندك تأليف أدبي فردي عند الرحب وإنما عند زياد عندك التأليف الجماعي ما عنده تأليف فردي من 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 هالناحية هاي مثل ما وصلوا الأخوان رحباني لذروة التأليف الفردي الوجداني بمسرحهم برأيي أنا إنه زياد بين كل الكتاب مش كتاب المسرح بس اللي بيكتبوا بالعامية وصل لذروة التأليف الجماعي الواقعي بالنسبة لبكرة شو مسرحية لزياد الرحباني بالنسبة لبكرة شو تقدم حاليا على مسرح سينما يعني عازت علي الدنيا انه قاعد عم بروح مدرسة لأجلكم يعني انتو عم تبعتوني يعني قايلين لي انه ضروري تروح على المدرسة اذا رجعت لألي يعني اخت اللي بيروح على المدرسة يعني عرفت كيف انا وانت ملا انت حكيت انه بعد ما كنت مكتمل الافكار والتجربة اذا بدك يمكن بعد 4 سنين ب78 مع بالنسبة لبكرة شو بيّن الفرق كبير يعني. بيّن الجو المكتمل لا ساندي سناك كان بيروت بقلب بيروت تماما صح لانه كنت صرت انت عايش ببيروت مزبوط يعني هذا الدليل انه ما فيك تكتب عن شيء منك عايشه اذا المسرح واقع بالنسبة لبكرة شو يشترك فيها نخبة من الوجوه الجديدة ويصمم الملابس والديكور غازي قهوجي زكريا بالنسبة لبكرة شو
مثل كأنه بطل هيك مفصل على قياس نظري جاهز تحديدا يساري. كل الاستلابات اللي عاشها بكل يعني فكرة وجوده بمجتمع متوحش عم يطالبه، وبعدين هالدمار المعنوي اللي هو فات فيه ووصله لدمار مادي انتهى بالحبس. السؤال هون انه كانت نظريا وفكريا كانت اكتملت هون القصة معك وعبرت عن هالنقطة ب كان الحديث عن لبنان كيف هو عايش يعني. هلا بدك تطلع بنتيجة انه هذا بدك بشكل او باخر بدك توصل انه هذا مجتمع خدمات، واهم شيء في المطاعم البارات مطرح ما بتستقبل الاجانب. يعني كل فكرة بالنسبة لبكره شو مربوطة، كان في بنص المسرح بار كلهم اجانب اللي قاعدين عليه، يفوت عليه واحد بس بسموه شبيح يعني، هلا صار كلمة كمان مش قديمة يعني مش بمعجم بتعبر ايه انه بفوت عليه واحد بتقدر مع الوقت مثل هو بيحميه عادة، بيحمي هالمحل ومتفقين معه انه تعا اقعد خليك موجود اذا صار مشكل انت بتفتيه يعني. باستثناء كل القاعدين على البار من كل الجنسيات، وهي مش بالصدفة يعني، انه مقصودة انه نقول انه هذا البلد عايش على وجود هول، اذا ظهروا هول مش متماسك اقتصاديا. وهلا عم نرجع له يعني، اذا ما بيرجعوا الاجانب والعرب على بيروت وكان في واحد عربي وكان في يعني هول هن رواد المكان، وفي هالزلمة عم بيشتغل هو مرته ورا البار. فهذه فكرة بحد ذاتها فكرة اجتماعية سياسية واضحة يعني، كتير ما بدها اثنين يعني ما بدها تحليل لتشوفها. بس أنا اللي بدي أقوله إنه يمكن مسرحيا ممكن، بس دمرته منيح لزكريا يعني. إيه بس ما كان بيشبه يعني، ما كان عنده أي وعي زكريا. لا أنت قلت إنه نموذج عن تحديدا يساري، ما كان. لا مش نموذج عن يساري، ما عنده وعي زكريا. بيلبي فكرة يسارية لإنسان مستلب ومنهار بمجتمع ظالم إذا بدك، أو مش عادل يعني. بيلتقي مصيره اللي صار فيه بيحرك يمكن ناس عندهم اتجاهات يسارية، بس هو من يعني ما عنده جنس الوعي. صحيح. يعني إنسان مرهق لدرجة بشغله وإبلام بظروف كتير كتير مزلة يعني، اللي هي مرته شغل مرته، وبيقترحوا عليه بالآخر إنه فيك تترك أنت إنه وتبقى مرتك تشتغل، وبدليل وبتنتهي المسرحية بإنه حتى لو محبوس كفى الشغل، مرته كفت الشغل. صحيح. عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد، حاجة تحكي عن هواك، ضحكت عليك البلد يا اخي. عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد، حاجة تحكي عن هواك، ضحكت عليك البلد. بتحبها ايه بتحبها، بتحبها ايه بتحبها، لكن هي فيك يما بلاك. عايش وحدة بلاك وعايش في الله وسماك، شو الله بلاك يا ولد. هلا اول شيء انا كنت بالسعودية عايشة، جيت على بيروت كنت حبي كتير التمثيل يعني، جربت انه لقي انه وين في مجال يعني تلفزيون او شيء. في ناس ما بعرف، في شخص صديق دلني انه في زياد عم يعمل مسرحيه وهيك، قالوا لنا كان بيته حد على الكومودور وقتها هونيك بالشارع، طلعنا لهونيك ما لقيناه. في الحلاق، كان الحلاق اللي بيشتغل وليد عبد الكريم، رحت لعنده سالته ما كان ولا بشكل يعطيني العنوان وين زياد ساكن. لا بعدين قريت بالجريده انه في فيلم امريكي طويل، العرض وقتها كان بده يبدا، فنزلت ناطرته بمسرح الجون دارك. بقيت شي ساعه ونص انا وقاعده على الدرج، لا وصل هو بس انا ما حكيت شي يعني. الشخص اللي معي هو عرفني عليه وانه شو اسمي، هيداك قال شو اسمي، لانه انا ولا بشكل يعني كنت عم برجف كني سوا. وكان هو في وقتها ممثله كان بده يعني ما كتير ظابطه على الدور، قال لي وقتها انه اجي جرب هذا الدور ومشي الحال
يعني تمرنت وقتها 10 أيام، يعني 10 أيام ودغري بلشنا كان الافتتاح. بس إنه وقتها كان التمثيل يعني تعتير، بتصور أنا يعني إنه كان صوتي أنجأ عم بيطلع على المسرح، وكنت كتير خيفانة يعني إنه هلأ إذا بسمع فيلم أمريكي طويل ما بقدر أسمع حالي يعني كيف طالعة وكيف شغل. أي من وقتها بداية معرفتي بزياد الرحباني كانت بأحد مطاعم بيروت الشعبية بسنة 78. كنت أنا واصل من باريس جديد وتقدمت له على أساس أني أنا كنت بباريس بشتغل براديو مونتي كارلو بس. ف بالصدفة أيام نقعد على نفس الطاولة بالمطعم الشعبي وبناكل، بيوم من الأيام بيقول لي أنه عنده دور شاعر بمسرحية بالنسبة لبكرة شو، وأنا كنت جاي من باريس مطول شعراتي على موجة هذيك الأيام، فقال لي هاتوا برحلك، باعتبار هو بيحب النقي دائما ممثلينه من الواقع، وهو من أنصار المذهب الطبيعي بتنقيت للممثلين يعني. فما كان يعرف اني انا كنت دارس تمثيل وكنت ممثل وهيك، وفتنا واخذنا الدور عنده الشاعر اسامه بالنسبه لبكره شو. وبعدين بعد فتره اكتشف اني بدرس بمعهد الفنون تمثيل. مره جاب يوم قال لي انت بتدرس بمعهد الفنون؟ ايه خلينا نخليه هلا، بس ما اذا تكلنا الموتور بيروح المقابله كلها. فيلم أمريكي طويل بال83 أصلاً كانت بال80 عفواً كانت الأحداث انفجرت ووصلت لذروتها. كنت ظهرت من الهم المعيشي أو الهم الحياتي اليومي ومشاكل المجتمع الصغير اللي عم يعانيها الإنسان لمشكلة كبيرة حكيت فيها تقريباً كل شيء. يعني فيلم أمريكي طويل قالت فيها كل الأفكار اللي أصلاً فجرتها، تقولها وتفجرها تخربها، يعني افكار وقيم احزاب واهم شيء طائفيه. لعبه الطائفيه بالبلد هي المركز للمسرحيه. بهداك الوقت اذا ما نحكي عنك انت ولما حضرت فيلم امريكي طويل اللي بيشوفها بحس انه انت وصلت لعدم الايمان بشيء من الموجود بالبلد، يعني الكفر بكل شيء. كنا عم نقول انه ما رح تزبط، لانه وقت فيلم امريكي طويل صار فيه هدنه، كانت مرحلة هدنة بالثمانين، وبيسألها أحد الشخصيات بالمسرحية إنه طيب إنه ما كانوا علقانين وراقوا، طب إنه ليه راقوا؟ إنه ليه صديقه فاتح والبور مسكر؟ وصلوا لنوع من هدنة وقنعت العالم بفترة، العالم يعني كلنا سوا، نعنا إنه هيئتهم خلصوا بس عشو خلصوا؟ إنه طيب ليه كانوا مختلفين؟ إذا وقفت هيك فجأة إنه عشو اتفقوا ولا وقفت؟ لأنه ما كان في شيء ظاهر إنه اتفقوا عليه، ووقف الرصاص اللي عم تسمعه يعني وين ما كان. كانت عم بتقول المسرحية بنهايتها للعالم من ظاهرين إنه عم بيحفظونا هلأ أشياء وبيحفظوا المرضى أشياء يقلوها إنه كلنا أخوة وكذا وهيك، ووقفت وبيضلوا في اثنين كانوا مدمنين عم بيعالجون عم بيعملوا لهم كير تنظيف لجسمهم، هن اللي عم بيناقشوا الحكيم انه تلخي على اساس وقفت. اذا ما عرفنا على اساس وقفت يعني ما بنعرف على اساس علقت كمان، ما هي انهيار المنطق يعني. وهلا قد ايه السنه اليوم؟ 93 كمان ما بنعرف على اساس وقفت لسوء الحظ يعني. شيء مش شيء كانوا شيء واعد هذا، بس انه الحقيقه ليش وقفت؟ وقفت بقرارات، مش وقفت انها وصلت على نتيجه بين الفئات اللبنانيه المختلفه كطوائف تحديدا، لانه من بعد بالنسبه لبكره شو ما عاد تعاطيت بقصه انه في طبقات بالمجتمع، ما عاد يعني الطوائف اقوى من الطبقات. والمدفع طبعا اذا طايفه مع مدفع خلص بكفي، طافت الخلطه بين اثنين ممتازه. كانوا بس بيعبوا لك نهارك، بيعملوا لك برنامج عزمي يعني. كانوا مجانين شخصيات في امريكا طويل ولا واعيين يعني؟ لا كانوا زياده وعي عملت لهم نوع من الهستيريا،
لأنه هذا اللي قاعد يفتش بده يعرف شو هي المؤامرة. مش مجنون أنا، بس شيء بيجنن. ما بتقول شيء بيجنن؟ شيء بيجنن ممكن يكون فظيع، بس هو شيء بيخوت وشيء يعني هو ذاته شيء بيجنن. إلا معنيه خوتته إنه بده يعرف شو هي المؤامرة. من مرة حششونا دخلت مزبوط أخي، وبعد برمخ مدرسة صلاة. والله العظيم كل سرك تحشيش كان يركب من جميع ما في ملل يبقى حيو، وكلهم جالسين متعاطفين، وهالطوايف برا نزلت حلوة شو ببعضها. أكثر شيء كانت علاقتي بدور أبو ليلى بفيلم أمريكي طويل، يعني الوضع اللي كنا فيه وال يعني أول الثمانينات هاي كان في شيء، يعني البلد منه مخدود من وين ما كان مخدود. يعني طلع هالجو تبع المسرحية، وشفت أنا حالي إنه بشخصية أبو ليلى بالحياة ما عم أنجل يعني مثل أبو ليلى. إجا دور أبو ليلى مثل كأنه هيدا يعني. تر محله يدي عنا شو واحد جمعة نم محل شو في كله مكنة أمبلي سبيكر كاسيت ستيريو فازاك شنك محمد شنك مسيح تاع اسمعي موديل جديد ستيريو كله طالع اعتمد منو أنا مبسوط إنه لهجة اللي أعطاني زياد الأرمني غير لهجات اللي مثلوا ممثلين غير ممثلين، يعني غير لهجة بيعطوا للناس إنه بابا وكذا إنه ضحكوا ومسخروا للهجة الأرمنية. بالعكس زياد أعطاني مثلا لهجة اللي ما في ولا كلمة بابا مثلا، مثل ما بحكي أنا، وهيك هيك بده ياني بالمسرحيات. وكان ولا حدا بقدر يقول، ولا أنا بقدر أقول، ولا أرمني بقدر أقول إنه عم تمسخر الأرمن وكذا بلهجتك. لا أنا مثلا ماشي فكرت هالسيارة هيدي ملغومة، بدي أبعد عنها لأنه فيها خطر على الحياة. يمكن أبعد عنها إجي حد سيارة تاني تطلع هي الملغومة، وأنا بفكر هيدي وعم بتطلع فيها تفقع فيه. تفضل كيف بدي أعرفها أي هي؟ وتعود فكر أي هي، يمكن ضيع كل انتباهي على السيارات يطلع المحل اللي حدي ملغوم وأنا بالي بالسيارات وفقع فيه. كمخرج بيهذب لك الشخصية بملاحظات، أهم ما في بناء الشخصية وملاحظات زياد للشخصية. مثل صفة مثل حجر بيتعمر وراء حجر. ملاحظات مهمة كتير، ومن سبب نجاح أنا بأدواري هو ملاحظاته لإلي، لأنه بيبنوها بنوع من مناميك فوق بعضها وبتوصل تقريبا يعني مش للكمال، تقريبا نحو الأفضل. أحداث حادثة لبنانية، لبنان جديد طلع لحم بعجين قدام هالواقع المرير. الله ناعم علينا بنبتة بتقضي على الطائفية بساعة الساعة. هالنبتة يعني كيف بدي إلا فعالي كتير ضد الطائفية، وخصوصا يعني إذا مسكر كل الشبابيك. بأمركن يا خيي شو بدكن أصحاف بصحاف، وحياة أختي الضو الواطي بحروق مدول عالي لا أقدر أقشع مش قاصد شي، وحياة أختي وإذا أنا مختي بأمركن. تفضل يا خيي. ما نشرط إذا الواحد بده يشترك مع زياد كممثل وهو عطيلة يعني رسم له دور معين إنه هو يكون طالع يغني. وأنا مرة سألت لزياد ليش بتحط شخصية الأرمني بمسرحياتك، خليني أعطيني غير دور. بس زياد فكر شغلي وقال لي جوابني شغلي إنه الأرمن بيمثلوا مجتمع لبناني في لبنان، كرمال هاي حاطين أرمني لأنه ضروري يكون بمسرحية، لأنه مسرحيات لزياد كلهم بيمثلوا الوطن، وطن لبنان. مستوحيون زياد بيحطك بالكاركتير بهالجو وانت بتكفي، بس هو الاساس وانت بتبني بموهبتك وبشطارتك وبتكفي. بس صعب كمان الواحد قاعد يتفرج على الشباب كله عم بسف حبوب وهو نازل بالفيتامين. طعمه نصير لك بعد اسلام ومسيحي يوعوا ما بيوعوا على بعضهم دغري، بعد راح يصفي كل زروب وحده. هاي الاستاذ عبد موجود ما عنده فلوس. وحقيقة المؤامرة اللي فالشي بعد لسوء الحظ مش فالشي، ما في نظرة ونظرة كذا نظرة،
كل النظرات للمؤامرة مش عم تفلوش لأنه هي مش نظرة نظرة نظرة. هيدي زهرة شو إسلام ولا مسيحية؟ خلصت من هالسؤالين. بدي أعرفها. مش رح إلا وما أفكر بهالأشياء. مسيحية خايفين يا أختي. والله بفكر فيهم كلهم، كل دور له ميزة معينة، بس أكثر مسرحية انبسطت فيها أنا هي فيلم أمريكي طويل كعمل بشكل عام. أحسن دور لحد هلأ كان بين الأربع المسرحيات اللي لعبته معه كان أبو الزلف، لأنه أجا بوقت اللي وقع فيه أبو الزلف، كان في تحدي، كان في إشياء كتير عم بتصير بهداك الوقت، يعني الكل بيعرفوها. والدور هذا اللي عم بلعبه هلأ مقنع له كمان ميزة، دراسة الشخصية شوي بتختلف عن بقية الأدوار اللي لعبتها، لأنه الوضع اللي عم بيحكي عنه زياد، المرحلة التاريخية اللي نحنا فيها بتختلف عن المراحل اللي كنا فيها قبل، عشان هيك النظرة بتحليل الدور عم تختلف. بتعرف زياد كتير مخلص للحقيقة اللي عايشها، يعني بيلغي الاستاتيك والفن والاشياء كلها اذا بكون على حساب شهادة بالحقيقة او للواقع. هتعلي فوضى عشان فجاني روح انضب شوف ما طلع منكم. اللي بيحكي معك تسقوا على زوجته من هون دغري، الله يسامحك. تفضل ما تقول هيدي منين؟ عاد محلها خسابه. انه حتى بالشغل انه كتير في انه عنده وقت كتير جد، يعني انه وقت الشغل ما في انه الواحد يكون هيك مستلشي او وكتير بيمزح، يعني كتير بيحط يعني بيخلي الواحد هيك يقدر يطلع من حاله وقت يكون عم بي يعني ما كتير بيقربطه انه بيصير بعيط وليصير ما ممكن يطلع منه شيء. ونفس الشيء بالحياة، لا في كتير ممثلين انه اللي اول مرة بيشتغلوا مع زياد لا بيشوفوه عم بيمزح وعم فبيصير نوع من كتير الاسترخاء، وبعد شوي كتير بينصدموا بس شوفوه انه عيط او كتير عصب انه مش هيك، يعني لانه ما يعني ما بيقدروا يربطوا بين اثنين انه كيف عم بيمزح وفجأة انه حس انه لا انه غلط. يعني اذا كفينا بهالسيخ، يعني بنلاقي انه عطول كانت عملك المسرحية عم تفوت على الهم الموجود بالبلد، على القضية الكبيرة الموجودة فيه، وعم تنقل الناس مثل ما هن. حتى مثل ما قلنا انه بفيلم امريكي طويل انه لما جنوا كمان جنوا عندك بالمسرحية. بشي فاشل هيك في من بعد الاجتياح شي فاشل بال 83 في هيك توليفة مختلفة ما بتكفي المضمون نفسه، يعني قصة الاستاذ نور والمسرحية اللي عم يحضرها بلا بتكفي لانه عم بيجرب يعمل مسرحية عن المحبة بين الطوايف، والفرقة نفسها عنده فيها من كل المناطق ناس، الفرقة نفسها ما بتطايق وبده يخليهم يعملوا بالقوة مسرحية انه انتوا بتحبوا بعض، انه مرقوا لي اياها مسرحية، ما ضروري تكونوا بتحبوا بعض على مزبوط، بس انه عملوها. اخر شيء بيستعين بالدرك بس يعلقوا ببعضهم باخرها، بيستعين بالدرك اللي واقف على باب المسرح ليعمل امن انه هلا جاي العالم تحضر، بيستعين فيهم بيقول لهم بدكم تعملوها ولا خي مسلوها مسرحية شو عن جد هي؟ شو عن جد مضطرين تحبوا بعضكم بس عملوا لي اياها. بتصور تعمل مسرحية، عادة بيعملوا مسرحيات عن المحبة مش عن عدم المحبة بين الطوايف. نحن عملنا شيء فاشل نقول انه يا اخي مش مزبوط، انه طب هول نفس الفرقة معنا نحن حتى عنده المشكلة معنا مش مع نور. عم بيمثلوها وقال فنانين مضمونة وعاملين جروبين. الاسلام وحده والمسيحية وحده وعلى تغميز بقى وينفعلوا هن عم بيمثلوا بشكل اوقات انه ينفعلوا انه صيروا يقيسوا انه ليش اخر هو الجملة بيقفل هو انه سبني ما اخر جملة عنده ليه
اذا حسيت انا بدي اقول جمله انه لا هذا سكريبت مع انه ظروف شي فاشل كان في فسحه امان مرتبه وقتها فسحه امان انه فاتوا على المنطقه بشكل كمان انه كان امان زياده مش لنا يعني كان انه زياده عن اللزوم يعني توعى بالليل تلاقي صور ثاني نهار بكل المنطقه وتهديدات وكتيبه على الحيطان كذا لقيناها بالمسرح نفسه هذا يعني في حمامات بالمسرح اكيد لقينا شعارات مكتوبه بالحمامات بتهدد بعض الممثلين اللي عم يشتركوا وصاروا فزعانين يشتركوا لانه بالمنطقه الثانيه اللي عم يدور بالبلد اقوى من المسرحيه كان لا فعلا شيء حيوي فعلا كان في بالنهايه بعدين على فكره يعني كان في درك دائما على الباب خبرك حادثه يعني انه كان يعني ينلمشي 150 فرد ينحطوا برا في بار بيبيع كازوز وكياس بطاطا وهذا يبقى في شي 150 فرد برا نرجع نوزعهم للعالم انه ظاهرين يعني الدرك يشلحون الدرك اللبناني يشلحون اياهم ويوزعوا لهم مين فرد وكل واحد يعرف فرده بدك 150 فرد انه التقى شي وكاله اجنبيه تصور هيدي وقتها ماشي المسرحيه وليله ليله لا يعلقوا الناس بالصاله بس يبلشوا على المسرح طائفيا انه لاقيني على البربيري قال له انا اذا بخلي فيلم امريكي طويل بخصوص الكرامي صار عجز يعني حتى الجنون كان حركة الى حد ما كان رفض او شيء ما عجبه الواحد بخصوص الكرامي عجز كامل ويأس ولا لا ضروري يعني تعكس المسرحية اللي عم تفكر فيها هلا انت انه بالضبط ايه يعني انا عم بعكس حالي اول شيء ومجموعة من العالم بعرفهم مخرجين وطالعين ودارسين مش عارفين شو بده يعملوا بيضلوا هون ولا بيروحوا بكفي يعني بكفي تكون ببلدك بوضع انك مش عارف اذا بتضل فيه ولا بتفل منه هاي مشكلة الاجانب قليل ما بيعانوا منها يعني والاجنبي اللي بيقرر يترك بلده بيتركه بملء ارادته يعني مش بسبب ظروف كتير قصرية انه مش عم بيلاقي شغل يعني اذا ببلده مع مشاريع البطالة الموجودة بكل بلدان العالم تقريباً إنه بيدفعوا بطالة إذا واحد بهيك بلد قرر يترك بيكون فعلاً أخذ قرار كتير مهم بحياته بس عندنا نحن هاي عادية هاي حديث كل يوم موجود بكل بيت إنه هجرة أو وصعبة الهجرة هلأ يعني صار في تضييق بالظروف على اللبنانيين بكذا بلد بالعالم إنه شو ليش عم تهجروا بلدكم هلأ بوضع مستقر نوعا ما عادش الحجه مثل قبل انه معكم حق وهول جايين من محل قايمه لقيامه راح بيتهم هذا راح قتل له ولد هذا خيه ما بقى عندهم حجه يهاجروا اللبنانيه وتعا قاعدهم هون كلهم شو بيشتغلوا؟ عم يتخرج ناس بمجالات ما حدا عايزها او في بمجالات تانية كثافة يعني اختصاص بمجال ما بيتحمل البلد هالقد هي بقى 100 محامي وهو اثنين محامين مش عم يشتغلوا في 100 محامي هي اكثر من ازمه شغل طبعا الشغل اساس بالحياه بس اكثر من ازمه شغل بالنهايه انت طلعت دب على المسرح وقلت انه انت ما بترمز فيه لشيء انه هيدا دب يعني اقسى القصص كانت بخصوص الكرامه انه ولا شيء رح يظهر يعني لا ما يعني ما رح فينا نفوت فيها كثير للمسرحيه، لا اذا نفوت فيها بدنا نشرح ليش بين دب يعني بالمسرحيه اللي حضرها يعني بيعرف انه تدريجيا
واصلين لمرحلة بده يصير في قلة سكن، وين بيصير في قلة سكن بيطلع عادة عشب، ببلش يطلع أنواع من القصص البرية، وشوي بعد شوي ببلش يبين حيوانات، لأن الحيوانات ما كتير بيرتاحوا يعيشوا بين الأبنية، بيرتاحوا بالأحراج عادة بالطبيعة يعني. فبدنا نرجع للطبيعة. ختاما بخصوص الكلام، يعني ولع من فترة سنترال، خبرونا سنترال بجونة في شي 10,000 خط. بعد انا عادة بهيك تأس، بس كان الحرارة عالية كثير بيولع الاشياء اللي بتشبه الاحراج عادة. اكيد ولع لانه شكل الشرايط هنيك فوق بعضهم، يعني الخالق سبحانه وتعالى اعتبرهم حرج، هولي حرج مش سنترال، فولعوا اكيد هيك ليولع سنترال من الهب. الله يستر يا استاذ. بيقول لك عملية تخريبية، أكيد ولعوا على الطبيعة، يعني إنه راجعين على الطبيعة، إنه شكلهم على بعضهم مثل غابة يعني من الشرايط، غلط الخالق فيهم وافتكرهم إنه هول مثلا ما يخلط له بشي دب هلا أحراج عرموه. هيدا أنت ملا أنت شو تشير؟ شو يعني؟ لا معنى ايه؟ خلطته انه بده يعرف شو هي المؤامرة. من مرة حشاشونا دخلت مزبوط اخي، وبعد برم مخي مدرس الصلاة. هيدا انت ملا انت قول بلا غلة، شو دخل الطول بالغلة؟ شو يعني؟ مصاري اوكي لك وزع لك كل الحديث يا ملاكي، مش قبض جد قبضوا ياه، حكيني سلف بيحكي بالتوسيط بيسلي فهم، خد وعطيل غالي بيرخص لك، انت غالي وطلبت رخيص، شو هيدا مصاري؟ لك خلصني ما هيك قاعدة، شو بدك تكلفني؟ بيروح وفر عملي ما بيسوى فرانك، راحوا فراطة لك الكلمات غالي عالبي المين، الله يوفيك تعبك خدلك، شو بده يوفي وين؟ مصاري وحياتك على الغالي. سيدنا شريف دفع حياته ثمن لوطنه، لما اقول الكلمة يا ابني لك دافع دم قلبي جاي تتبعه، سيدنا جاوبتك البوكر هي محسوب عليك كل حسابك. لك شو لك معي؟ شو لك معي؟ مركب اثنين عياري، والعياري يعني شو؟ داين، والدين شو؟ مصاري. هاي هاي مول حسابك تمرق، شو بيقلوا هديك؟ حسب لمين؟ حسب اي ساعة لحي قاعد وحسب لو شو بتخسر؟ سينا انت سألتني انا عم نجاوب. سلاس بعمرك سلاس بعمرك خلص سلاس ولا كلمة توتال. إيه لو ما حكيت كنت غنيت مصاري. طلع من عمرك بعمرك ليك بشرفك هذا مظبوط عمرك. وشفت له المسرحية الأخيرة بس ما قدرت كفايتها لأن كان تأس شوب وصحيا ما قدرت كفايتها. لا شك زياد ملحن مهم وكلمته حلوة، والأهم من هذا كله بالمسرح زياد ممثل مهم، يلي أنا بشوف أنه بينقص زياد الرؤية الإخراجية، يعني لحس المشهد للأشياء. يعني زياد بيفيده كتير استجاب مخرج لألو كممثل ولألو ككاتب نص. بالفصل الثاني زياد حاول يعمل مسرح آخر، هون تجريب الحياة، هون بدي أعمل. هلا بهالتجريب هذا بده كان يمكن متطلبات اكثر، شروط اكثر، تحضير اكثر، بده مخرج، لانه بس واحد يعمل هالمسرح المستقبلي رؤيه نسميها او الفانتازيا، بده عمل مسرحي، بده انفلاج، بده تحرك الممثلين بشكل اخر، بده ديكورات، بده تحريك الديكورات، بده
بدها هيك دفع، بدها يمكن رقص، بدها غنى، بدها مش غنى بالمعنى يعني، بدها تحرك على، بدها سينوغرافيا. حاول الحقيقة هو، ولكن بظن انه كان لازم زياد او يكمل الاولى او يشتغل على الثاني. بخصوص الكرامة والشعب العنيد، محطة كتير مهمة انا برأيي بمسرحية زياد الرحباني، وهون بدي اقول انه انتقل فيها من النمط الطبيعي بالتمثيل وبالديكور وبالاشياء المستخدمة الى النمط التركيبي، وخاصة بالفصل الثاني يلي يمكن انا حسب او بعض الناس انه من القلال يلي اعجبوا الفصل الثاني، بس انا عجبت كتير بالفصل الثاني لانه رأيت فيه انه زياد بلش يشوف اللوحة المسرحية أكثر ما يشوف الكلمة. Il paraît qu'à part français mieux que l'arabe. Non, jamais arabe. Ok. Comment s'est déroulé le processus continu guerre paix pour tant d'années aboutissant une paix soudaine et stable. Nous voir l'image, ça va, tarif, avoir, limonade, calorique, système, je vous dis, vous êtes à collection, ça, soupe, mitraille. Stop. Madame, notre sujet. Est-ce que vous parlez français? Oui. Cholestérol, blouson, hapirama, groupana, nolibou, jawaban, an. La question est la suivante. Ce processus, ça n'a rien à voir avec les articles. Articles cadeaux, mais qui a réel, y'a, là, je m'en ai dit, j'ai des restaurants. Bien sûr, on m'a entendu, c'est pas possible. Hadrat Zab. Ouais. Hal yumkin an tas'alaha bi ayati lugha turid an nukhawiraha? Hadrat Zab, chou an yihki hayda? Ma bi'arif fransawi, hal ihkili fransawi. Ana afham minha anna turid bil lugha al fransiyya. Farantia veut bien dire français? Oui! Ok, madame, miss. Mais alors, j'ai tout compris, paradis, Monte Carlo, Champs-Élysées, Biche Fantasy, la journée, Vitalisem, Chassin, et Bébé. Pas grave! Y'a rien, hein? Ah, mais je vois, Hagel. J'ai été, hein? Ce soir, le guetteur. Hurra, miss, allez! Bah, c'est pas bien, mais je le sais, oui, petit! Ok, le cap de soirée, on a marqué le résultat. Oui, bien sûr! Mec! مش شو اللي عرفته براسه يا اكبر؟ شو بعرف يا اخي؟ عم فتش على خياط بيت كريسمس، انا طبيب متخصص واسع هذا الشيء. مش شو شو لابس؟ شو بدك؟ لا يا حبيبي دائما الناس بيختاروا اللي بيحكي باسمهم على طول، خاصة بالمسرح. وبلبنان اختاروا جمهور كبير لزياد انه يكون هو الفنان المسرحي تبعهم. هلا وين بده يندرج او توصفه مثل عم تحكي حضرتك بلبنان؟ بيندرج بلبنان حسب انا وجهة نظري تحت تجربة زياد الرحباني المسرحية بلبنان. بتلاحظ انه هالخيط المسرحي اللي مبلش من نزل السرور الواصل للبنانية قديش يعني بيشتغلوا بالمسح الكم وبيشتغلوا بضرب الكم وبالكذب والنفاق وقصة البار وقصة علاقتهم مع اللي بيجوا بيصطافوا هون وقصة مجتمع الاستهلاك والإطاعة الخدمات والاستيراد والتصدير كله سوا، وتنتقل لنوعية هاي الأمراض بالحرب لوين بدك توصل؟ يعني الأمر الطبيعي الواحد إذا كان موافق على الطرح اللي طرحه زياد الرحباني بتطوره المسرحي بمفهوم الموضوع لازم يقتنع تماما أنه بخصوص الكرامة والشعب العنيد هالنتيجة. يعني نطرونا كتير أفدارنا نطرونا كتير كتير حموا أفدارنا لعرفنا أساميهم لعرفوا أسامينا حموا أفدارنا
أمرك سيلانس ما أمرك خلص سيلانس ولا كلمة توتال لو ما حكيت كنت غنيت مصاري يعني أنا عم بعكس حالي أول شيء ومجموعة من العالم بعرفهم خراجين وطالعين ودارسين مش عارفين شو بدهم يعملوا بيضلوا هون ولا بيروحوا هيدا انت ملا انت لسهرة التلاتة منكمل معكم ومع المسلسل الامريكي تشاينا بيتش ما معك يعني ما عادي عليك بيطلع لك تراتور لأسبوعين بالبراد حسب أي أكلة بتصير تزدلن مي وترجع تزدلن حامض تزدلن مي تزدلن حامض بيطلع معون تراتور الطبخة طلال فرض عم دق أنا من هون عندي ثقة فيك أنا المطرح هيدا مثلا يعني إنه هيدا مثل عن شغلة ما لها دخل بالملكة شو كان اسمه البرنامج بالإذاعة اللبنانية؟ زياد محاولاتك الموسيقية الأولى أول ما بلشت بالموسيقى ذكرى من أي عمر كان؟ كنت بالبيت عند أهلي يعني تسمع دائما على جو تحفيظ وبروفات يعني بين بي وأمي إنه يكون يا عم يدق على البزو يا عم يدق على البيانو فكنت بعمر ما كان بعد عم بدرس بيانو جرب طلع أشياء سمعها بأصبع واحد على البيانو عرفت كيف؟ إنه نغمة بذكر هالشي ما بعرف كان شو كانوا عم بيعملوا يعني ايام راحوا رحلة على البرازيل اول مرة هذه فترة يمكن الوعيلة انه كنت صرت اعرف انه
شو بيعملوا بيك وامك يعني انه هي بتغني وبلحن بقى. كان عندهم اوضه فيها بيانو فوت بس يعني يرخوها لحظه هن فوت صير جرب بس ما كان في دراسه يعني. في قطع بقيت من هذيك الايام بعدين موجودة عندي نوط ليها بي بس انه مات يعني بس نوطها هو للذكرى لانه ما كنت اعرف انا يعني يلاحظ انه عم بعيد نفس النغمه اللي هذا انت سامعها ولا قال له لا انا هذه طالعه من مخي اللي تعدق ليها لنوطها موجودين بعدهم بخطه يعني بس ما استعملوا لشيء يعني ابدا ايه لانه في منهم شيء منه يعني عرفت كيف اهتم يعلمك عصر بيك يعني كان مصر انه بدك تبلش تدرس وبلشت بالعشر سنين بس هاي اللي عم بقول لك اياها بلشت بين عمر ست سنين سبع سنين هو ما بيخبروني هن انه يسمعوني عم طنطن شيء باصبع واحد يجي ينوط لي يعني اللي عد لي اياها عد له اياها هي ذاتها تاكد انه شغله حافظها مش انه عم تضرب هيك على البيانو وبعدين بتنساهم عد له اياها هي ذاتها لينوطها ويتركها ويعنونها هو كمان يعني هو موسيقى منا لحن غنيه انه موسيقى على البيانو يعنون يلاقي لهم اسامي هو ويحطهم لحتى اللي نعرفهم من بعضهم يعني يلاقي له هيك شيء بخط ايده منوط لي شيء 10 12 دقه هيك بعدين قال لي بدك تبلش تدرس بيانو درست بعتقد على بالبيت على بوغوز جلاليان ايه بلشت مع مدام طول بوغوز جلاليان بتعلم بيانو بعمر العشر سنين يمكن 19 سنين بعدين يعني انتقلت بمرحلة معينة انتقلت للدرس مع بوغوز جلاليان مرة بالجمعة معلوم كان عنا اليوم الخميس بعد الظهر كنت روح علمه بيانو بالستوديو عند بيو بس كان مجتهد كان يحب بقى هو بلش من دوريمي فاسول ميثود روز وكان بده يدق شوبان وبيتوفن قلت له على مهلك بدا طولة بال بس كان مجتهد ما كان يحب كتير يشتغل التكنيك بس انه جربنا شي 3-4 سنين بفتكر شي 3 سنين ايه انا علمته وقت وصل على مستوى كان لازم يعمل تيوري مزبوط سولفاج وارموني بقى قلت له لجوزي قلت له هلا لازم اشتغل معك زياد ايه je dois naturellement vous répondre en français parce que mon arabe n'est pas tellement fort c'est la volubilité de Ziad qui détachait Ziad de ses autres, de mes autres élèves. Par volubilité, je vais entendre la faculté qu'il a Ziad, non pas d'être seulement musicien ou pianiste, mais la faculté d'être un littéraire et un type de scène. Et donc il est comme dans le poisson dans l'eau, il est très à l'aise dans toutes ces trois disciplines. À part la pédale qu'il employait comme une grue, c'est-à-dire comme un winch, Ziad, il avait le comportement de quelqu'un de très grand talent. Et donc, il avait toujours la tendance à vouloir brûler les étapes. Aujourd'hui, Ziad est une personnalité artistique, qu'on le veuille ou non, nationale et internationale. Et, naturellement, il faut dire aussi que la vanité est un peu humaine. Donc, étant humaine, la vanité, comment voulez-vous que je ne me sente pas fier de Ziad d'aujourd'hui? وطفولة زياد لما بدأوا ما طبيعي الإنسان بيحب يقلد بالبدايات يقلد أهله كان المحيط تعرف إن كان بيو أو أمه أو أنا أو عمو الياس محيط فني فزياد ومروان ابني وغدي وبشارة الخوري كانوا مجموعين نصيف ببنية واحدة 3-4 طوابق كل ناس بطابق فكانوا بساعات فراغهم وكانت كلها ساعات فراغ وقتها كانوا يغنوا ويعزفوا آلات بداية آلات مثلا زياد على البيانو أو أورج أو شيء أو أكورديون وكانوا يلحنوا مثلا من اوائل التلحين بالطفوله قديش كان في ناس وبالبدايه غناها مش فيروز غناها المطرب ستالين
يعني ابني غادي صغير بيناتهم كانوا مسميينه المطرب السلاليين، وكان عنده صوت جيست يعني صوت صح مش جميل غنيها. بعدين فيما بعد نقل على الباكين صار على أصريت أنا أنه يكون له سنة 73 قطعة فقدمها. هذه القصة أنه كمان كنت ملحنة وحدي بالبيت وملاقي لها كلام مش مكفي، يعني عامل بس المذهب منه اللي بنسميه الرفران. قديش كان في ناس على المفرق تنطر ناس وأنا ما حدا نطرني بالآخر لحديتهم، وأنا بأيام الصحو ما حدا نطرني. إجا بي قال لي بتاخذ لك 250 ليرة بتعطينا إياها هذه نظبطها ونكفي لها كلامها نحن. قلت له لأنه أنا ما عم بيزبط معي غير هال كانوا مهمين بوقتهم يعني 250 ده معلوم أنه مبلغ مغري على لحن يعني، وما مفكر أنت يعني عامله أنا مسجله بصوت ابن عمي أو أختي وقتها مش ذاكر مسجله عم سجلي صغير انه حد البيانو وعم بحفظهم على اساس نحن بالاستوديو يعني، وطالع كل الكركع من الشارع ومن هذا انه عم نسجل تسجيل رسمي يعني ونعيد من الاول اذا غلبط وهيك. بقى سمعها بي عم سجلي هالقد قال لي بدنا ناخذها هذه ونكفيها غنيه يعني، وهيك صارت وقتها. اي لما غنتها فيروز وسمعتها عم تغنيها كفى كلامها وقتها منصور الرحباني عمل لها كوبليتين، و أنا كنت عامل أنا موسيقتهم الكوبليتين بدون كلام ما عادش عارف شو بتكفى هذا عامل كلام عليهم وغنتها فيروز. قصتها شبيهة بهديك نطرونا، كنت عامل مذهب بس اسمه نطرونا كتير عم وقف دارينا، لا عرفنا أساميهم ولا عرفوا أسامينا على مفرق دارينا، ووقف مسطمي هون كمان صار نفس الشيء بس وقتها 250 ليرة ولا أكتر لا لا بعد كذا سنة وقتها كان إنه كان بي صار معه حادثة الانفجار بالدماغ وما كان بقى هو يعني عم بيشتغل بالعمل بشكل فعال كتير، كان بأول فترة المرض بمسرحية اسمها المحطة كمان وقتها تكفى كلامها على أساس لحن موجود، يعني كتب منصور كلامها على أساس لحن موجود. سألوني الناس إلى شيء قصة تانية، كان عاصي مريض بفرنسا وبدي أعمل أنا المحطة، حبيت يكون في قطعة يشترك فيها الثلاثة، فيروز اللي هي مرت عاصي وزياد اللي هو ابنه وأنا اللي خيه. فجيت عند زياد قلت له لك يا عمي شو أعطيني شي لحن لي شي تحطه بالمحطة لأنه قطعة. قال لي عمي ما عندي. قلت له شوف، قال لي ما عندي كلام. قلت له شو عندك؟ قال لي عندي موسيقى. قلت له سمعني هي. سمعني موسيقى سألوني الناس. قلت له هيتا ركبت عليها كلام. طلعت سألوني الناس عنك يا حبيبي، ما حدا بيقدر يعرف كيف مركبها أنا إنه إذا كان الكلام قبل ولا اللحن، بس أنا لأني تكنيسيان بالموسيقى أو تكنيسيان بالشعر إجت معي منيحة وغنتها فيروز. الناس لما عرفوا هاي
كثير أخذتهم الحماس والشفقة، وخاصة نقول لأول مرة ما نكون سوا. لكن لما إجا عاصي، وعاصي كان يتميز بنبالة أخلاقية كبيرة، جمعنا ثلاثتنا قال لي أنتوا جماعة انتهازيين عم تشحنوا علي. أردنا بهدل كثير. عاصي كان عنده نبالة وما بحب هالأشياء، يعني اعتبر أنه نحن عم نصير شفقة الناس تناخد شكسي. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذ الهوى بيعز علي غني يا حبيبي، ولا أول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذ الهوى. عدا الأخوين الرحباني، من وين أخذت أنت الموسيقى؟ من وين تكونت موسيقيا؟ يعني كانت مرحلة هي كان في عصر ذهبي لأم كلثوم وفريد والطرب المصري وعبد الوهاب، ايه. وكان كمان وقت ذهبي بالبلد هون للأشياء الأجنبية، البيتلز بالدرجة الأولى. أنت وين كنت من الجو الماشي؟ ما كنت يعني ما كان عندنا جو بالبيت سمع لموسيقى غربية، تحديدا موسيقى البوب الدارجي يعني اللي من البيتلز ومن غيرهم. يعني كان في جو بالبيت ميال على موسيقى الكلاسيكية. إذا ما عم تسمع موسيقى شرقية، كان في بالبيت يعني إنه مجموعة أسطوانات كلها لها علاقة بالموسيقى الكلاسيكية، واللي هو وهو المال الرئيسي للموسيقى الرحبانية يعني الكلاسيكية. فما كان فيك بسهولة تسمع شيء تاني بالبيت، لأنه بيي كان كتير متطرف بهالناحية. يعني شيء لقيني جايب شريط فيه أي هيك إيقاع أو شيء اللي هيدا كله تك وتشك وبك وما قاله عازة، بدك تسمع هول. وكنت كوني بعدني عم بدرس يعني موسيقى، والدرس الوحيد الموسيقى هو موسيقى كلاسيكية. يعني ما في حدا بيعلمك موسيقى جاز مثلا صحيح. أو موسيقى روك ما بيتعلم الواحد الإنسان هيك. في بعض المدارس كتير نادرة بالعالم بتفوتك دغري على هالنوع من الموسيقى، بس طبعا بتعمل لك على السريع لمحة عن الموسيقى المدرسة الكلاسيكية، لأنها هي أساس كل هالقصص. مش بلبنان هالحكي أو كل حال بلبنان بدك تدرس بمدرسة يعني عامة تبدأ بالموسيقى الكلاسيكية. فكان بتدرس موسيقى كلاسيكية وبالسمع يعني شو في عندك موسيقى كلاسيكية. صراحة يعني أنا ببدايات الحرب وقت ما عاد كمان في مجال كفي دروسي مع الأستاذ كان عم يعلمني بغض جلالي، بلشت يعني اسمع اشياء تاني، شو في شيء بالعالم، ليه ممنوع نسمع شيء تاني؟ مو ضروري يكون معه حق عاصي الرحباني بكل اللي عم بيقول لي اياه، يعني انه في انواع موسيقى تانية حلوة كمان غير الموسيقى الكلاسيكية. علما انه كمان كان الاخوان الرحباني عنده النقد على الموسيقى الكلاسيكية، انه ما في سمفوني فيك تتحملها اكتر من 10 دقائق على بعضها، انه بيعرضوا لك نغمة رئيسية بعدين بس يبلشوا يتفرعوا فيها، مش دايما بيضل لك جلادة كلها تحسها بنفس المستوى او تسمعها. حتى بهاي كانوا يعني كان عندهم نوع من ما بعرف، يعني كان عندهم نوع من الاكتفاء الذاتي بالقصة، انه اوقات حتى حشرية يعني انه تقول له يا بي زي بشريط اسمع لي 5 دقايق شي يحطه بالمسجلة إلا خلاص نبين من عنوانه مبين شو هو. مرتبط اتجاهك الموسيقي مش بس بالتأليف، اتجاهك بالسمع وبالتكوين ثقافي موسيقية معينة أو مرتبط بتركك البيت؟ ايه بالوقت يعني. غير الشيء اللي أخذته من الرحبنة اللي هو بيصير مثل بالسليقة يعني أخذته لأنك موجود ولأنه يعني أعطيوك فرصة تفوت معهم على استوديو وتروح على الحفلات، أنه تدق أوقات على البيانو الموسيقى اللي هني كاتبينها، أكيد يعني هذا مثل يعني صار شبه غريزة يعني عندك. بس أي تأثيرات غيرهم هني ما حصلت غير ما وقت أنا ما عدت عايش بالبيت يعني. أوكي.
يعني حتى السيد درويش انه ما كتير كنا نسمعه بالبيت يعني. عرفت كيف؟ فترات نادرة يكون بي بده يسمع شغلة يعني عنده علاقة اساسا بكل شيء اسمه طرب، تحديدا الطرب المصري، كانت كتير حزرة يعني انه الطرب هذا عرضه يعني نوع من ال يعني يسميه، بدي لك مثل ما يسميه، انه في حالة مرضية بسيطه للطرب، انه الغنية اللي بس تتعدى كذا دقيقة يعني في حالة هيك مرضية منها حالة حياة يعني. عنه فيروز غنت يعني نظرياتي يعني، يعني مع انه فيروز غنت لعبد الوهاب انه هون ايه هلا بس غنت لعبد الوهاب بالضبط، في بتلاحظ في لمسة يعني من اللي مؤمن فيه الانسان اللي عم بيقول لك انه الطرب فيه مرض يعني طوله يعني مثل حاله مرضيه، مثل واحد مدمن على شيء يعني انه ملشلشه بتروح لساعه ساعه ونص نفس الجمله ما فرق معه. بس علاقتهم بعبد الوهاب كانت فيها انتقاء لبعض القصص، وحتى عبد الوهاب بعلاقته فيهم يعني عمل قصيده مثل مر بي لفيروز بتسمعها ما بتحس انه هذا عبد الوهاب نفسه، الاختصار كان مهم يعني مش هذا عبد الوهاب بس هو يغني قصيده او يعمل لحدا قصيده على الطريقه المصريه المتكامله يعني اللي هي انه بدك مين يأمي يكفيها لاخرها. رغم الطرب ورغم العزف اللي بتعرف ومسلطنين المصاروي متواصل مسلطنين. هلا المصريين وغير المصريين يعني فينا نقول التكرار بالشرق هو الطرب بالشرق كله مش بمصر بس لعبة التكرار، حتى بيشبهوها بشيء بالطرق الصوفية أو مستفيدة شيء لا يدوخوا أي. بس يا ترى شو الجمالية المقابلة الموجودة بالشغل الثاني إذا بدك اللي بلشوا فيه لأخوين رحباني يعني مدنيته يعني إنه طربيته شو هي؟ لا إنه أنا بأخذ مثل يا جارة الوادي يا جارة الوادي، هو عم بيغنيها عبد الوهاب اكيد له جمهور طبعا هذه سنين انه هذه سنين بتقول اول شيء بدك تزور شغله لعبد الوهاب بدك تقول يا جاره الوادي. طب مغنيتها فيروز بوجود عبد الوهاب كان بالاستوديو بصيغه ثانيه وبتخلص اكيد بوقت اقصر بكثير. طب ليه وافق عليها عبد الوهاب بهالصيغه وزعوها الرحابني؟ لانها حلوه وضافوا عليها بعض الحركات يعني موسيقيا مش من تاليف عبد الوهاب بقى، وكان كتير كتير حببها عبد الوهاب. بس انه مثل انه صار في اسلوب هذا اسلوب لبناني عربي، عرفت كيف؟ هالقد بيتحمل يمكن الشعب المصري بيتحمل شمس اكتر مني ومنك يعني. نحن اللي بدأنا وحدة الاغنية بدقيقتين ونص ثلاثة، كانت الغنية اقل غنية تيصلتن المطرب بدو شي ربع ساعة تيصلتن يعني تتعلى الطيارة وفكوا الأحزمة، بعدين بيمشي له نص ساعة، جينا بوحدة ثلاث أي ودقيقتين ونص. فمليون شغلة من هذا خلتنا تعبتنا تمهدنا الطريق للكل. Thank you.
طالما الحسنات اللي حكيت عنها بالنسبة لما هالموسيقى بيحملها صوت فيروز بتصير بالنهاية صحيح في الكلمة إلا سيئات أوكي. محل يعني على الجغرافيا إلا محلات حسنات ومحلات إلا سيئات. بس اللي بدي أسأل هون أنه التعاون بينك وبين فيروز كتير هيك يعني من مدته بالطول يعني أنه كل 4-5 سنين لنسمع شيء يعني أنا ما دخلني بس ماني شايف تواصل بال إذا بدك بالخط ليتكرس لا ما دخلني بالقصة هي فيروز أو تعطي القصص وقتها لا تقنع فيها ولا تكون جاهزة تسجلها ولا يعني بعدين معظم شغل فيروز صاير برات لبنان يعني من إذا بدك من آخر مسرحية بترا اللي هي بالثمانين بعتقد 89 مش مغنية فيروز ببيروت هذا شيء بيتعلق مش فيه يعني صحيح منشان هيك فترات إنتاج القصص متباعدة على ضوء هي شو عندها مشاريع كمان راقبت كيف تقبلوا الناس فيروز لما بلشتوا تعاونكم ولما بلشت الأغاني اللي بتنقص إذا بدك أكيد تاني ما هني أسطوانتين تاني أسطوانة كانت ما مثل المسكة بيقولوا ماشي كيفك أنت بمصر حتى يعني بمصر المنتج تبع الأسطوانة ريلاكس إن شركة ريلاكس إن بيقولوا إنه أكتر كاسات باعين منه بمصر هو هذا رغم كل الأخبار اللي فيه إنه شو هذا غربي وشو هذا وما في وين التراث أول أسطوانة كان في نوع من النقزة منها خاصة برات الشباب إذا بتشيل الشباب عجنة يعني بعمر معين كان في نقزة بس بعدين اجي التاني أسطواني وبعيدة عنها شي 4 سنين مثل كأنه مش الحال يعني ما عادت شي غريب يعني شي له علاقة بالأخلاق كمان بالنهاية ما بالموسيقى عرفت كيف؟ إنه أخلاقيا أنت معود على هيك هذا ممنوع هذا مسموح وما تنسى فيروز بأي بالرايمة محطوطة يعني بكفي يكون اسمها سفيرتنا إلى النجوم لتكون علقانة علقة يعني عويصة إنه هالكلمة بتقولها هالكلمة ما بتقولها الحركة بتعملها الحركة ما فيها تعملها أنت حاولت شوي تكسر هالهالة؟ لا حاولت أعمل اللي علي اللي أنا بحسه يعني بس فيروز تقلك إنه أنا بدي أشتغل أنا وياك غنية كيف بتكتبها للغنية أنت بك تكتبها مثل ما أنت بتكتبها يعني ما فيك يعني ما في اتغير أنا لأزبط على كيف العالم معودين على فيروز ما في إيه يعني بحس عم خون شيء مقتنع فيه يعني هلأ جنب الموسيقى عملت شيء كمان له علاقة بالكلمة إيه ما عم بحكي تحديدا يعني الكلمة عند الناس أهم من الموسيقى إيه ما عم نقول إنه بس يكون في موسيقى واحد بعدها بيهتم حتى إجت الغنية إنه مواضيع الحب المعروفة ومواضيع الغنية بشكل عام المعروفة بالعالم العربي ما كتير قربت علي هلأ من هي مواضيع حقيقية عايشينها بس مختلفة عن مواضيع الأغاني العربية وهذا كان في نقزة كمان يعني إيه بس ما عم بقلك بهالأسطوانة ما كانت كبيرة يعني إيه طبعا يعني غنية كيفك أنت اللي هي عنوان الشريط هي الغنية اللي مشيت الشريط يعني هي الغنية اللي قبلوها العالم رغم أنه فيها تحديد للمين العاشق والمعشوق يعني عرفتيه أنه وفيها قصة كمان والأخبار الأخباني عندهم لا قصة لا معروف منه اللي عم يعني معروف أنه عم تحب واحد عم تسأله عن أولاده معناتها مجوز تحديدا هول اللي عادة أخلاقيات العامة بالغنية العربية مش موجهة لشي بيصير معك بالحياة فعلا حتى بخليك بالبيت اللي كتبها جوزيف حارب كمان في شي منه كتير بالضبط ما وقتها كانت هنيك شوي انه فيها شوك الغنية بس هالمرة ما كانت رغم انه عم تخاطب زلمة وعم تقله شو بدي بالولاد يعني وشو بدي بالبلاد كمان انت كيفك يعني عم تحكي معه بشكل حميمي كتير في ناس ما قبلوها من فيروز بس هالمرة صاروا أقلية يعني المبيع هو العلامة يعني وانت رح حال الروح الدنيا على ايدك
يعني صدفة هيك مرة زبونة كانت عم تسأل هون لوين بيت أستاذ زياد الرحباني، قالت المدام هون اللي بالأخير احتضرني، عرفت يعني إنه هو إيه إنه ابن السيدة فيروز. شخص كتير طبيعي، شخصيته كتير حلوة، بتحسه زلم كتير رايق. كيف يعني رايق؟ يعني ما بيتحركش باللي حواليه وما بيعمل حركات. تعرفت عليه مجرد فتح باب السيارة، قام ثاني هيك كنت أسرع منه، فتحت له باب السيارة. أهلين بالأستاذ زياد، كيف صحتك أستاذ زياد؟ شو بدك يعني؟ أنا بخدمتك، أنا جارك يعني بهالأسلوب. سيارته هوني وطلعاته قليلة، وإنسان طيب كتير. من النادر نلاقي موسيقي نجم أو حتى مسرحي مؤلف مسرحي. صحيح أنت مثلت، ولكن أنه نجوميتك بتشمل الكل، نجم بكل شيء بتساوي، بالراديو بالمسرح وبالأغاني وحتى بالطريق. كيف بتتعامل مع النجومية؟ كيف تتعامل مع الناس اللي بتشوفهم كل يوم؟ بدي اقول لك انه الموسيقى ليس بنجم، ما في ولا موسيقى نجم. واذا العالم تعرفني بسبب الحكي، لو ما صار في حكي ما كان حدا داري فينا، بدليل انه بعرف كذا موسيقى بلبنان، عازفين او مؤلفين ما حدا تقريبا بيذكر اساميهم، لو ما ودرجه كمان هلا موضه على الاذاعات يحطوا اغاني بدون ما يقولوا مين ملحنها مين مؤلفها، راحوا طاحوا بالمرة الجماعة. يعني الموسيقى مش نجم. صحيح. لو ما طالعين على مسرح أنا بأكد لك ما كان حدا بيعرف شيء إنه من هو هذا. يعني إلا غير بدائرة النفوس، إنه إذا لأنه حتى على الجمارك بس تكتب موسيقى بيطلع فيك، يعني المهنة موسيقى بيطلع فيك لحظة إنه شو موسيقى. قبل ما نحكي عن العلاقة مع الناس، حللتها العلاقة مع الناس قبل بس اللي حللتها أنت لنجوميتك شي مرة؟ ما حللتها أساس، عم بنحل من وراها تدريجيا، إنه بشكل إنه رح يصير ناسك، عرفت كيف؟ إنه المجتمع تبعنا كمساحة، مساحة أرض اسمها لبنان صغيرة، يعني بتلبك كثير موضوع النجومية بدل ما بتبسط. إذا فكرك إنه ممكن تكون حسب الأشخاص، يعني في ناس بيحبوا إنه يسلم عليك كل دقيقة ونص واحد إذا ماشي من هون لعند آخر الشارع 150 متر 200 متر ماشي، إذا كل دقيقة ونص بيسلم عليك واحد وبيقول لك بدنا نقعدنا شي قعدة، في ناس يمكنها بتفرحون هالقصة. بالنسبة لي عملت لي إرباك يعني وشوية ضرب، يعني صاير واحد عمل لك مضبوب مثل الناس هيك، يعني انه بتذكر مخيل العايمة كيف قاعد بتشخروب اوقات، يعني بس انا قاعد بالاوضه بصير اخر شيء. يعني باطار تاني عن النجومية،
غير قصة الناس اللي بتشوفهم على الطريق وبيعملوا لك ارباك. شو رأيك؟ حدا ضد انه الناس تحبوا طبعا، بس انه بتوصل لمرحلة العلاقات انه ما عادش فيك توقف على محل صبابيط تتفرج على صباط، بصير واقف حدك لشوف على اي صباط انت عم تتفرج، انه مثل انت نموذجي بكل شيء، يعني انه لازم تمشي منيح، تحكي منيح، تكون لابس منيح، تكون احسن مشيه موجوده بالعصر بالبيروتين، هلا من بيروت وحده هن صاروا، بس انه بالمنطقتين انه مفروض احسن مشي انت تمشيها، احسن لياقه قاعده انت تعملها. ما في واحد قاعد مثلا حاطط اجر على اجر هيك وعم بيحكي، هاي يعني توك، فيك توك، وهذا التوك موجود يمكن فيه، ما فيك تعمله قدام الناس لانه بيعتبروا انه هيدا هيك، يعني مضرب مثل بتصير انه هيدا ليه عم بيقص شعره هيك. في احدى الندوات على التلفزيون واحد قال لي بسألك سؤال حاطط جيل مثلا، انه بس انه هيدا النجوم كلهم هيك، يعني خي معه حق، بس انا يمكن ما كان لازم اعمل ندوي مثلا اذا بعرف انه معقول يصير معي هيك شيء، تعمل جيل لانه علقت يعني، وحي كانت منقوله انه بدي جاوب انه ايه حاطط جيل وماله، يعني انه مثلا حطينا جيل لانه مش قصين قصير. بإطار تاني عرفت كيف وين متوصل النجومية عجال مثلا. بإطار تاني شو رأيك باللي بيقلدوك كمان هيدي نجومية؟ بيقلدوك مش بس بالفن، يعني الحياة هني بحياتهم بيقلدوك كيف تحكي كيف تمشي، حتى بيقلدوك بأفكارك، يعني بياخدوا هيك أفكار عريضة وبيمشوا فيها. مش يعني في ناس كيمشي رشيد يعني لهلا يعني مرق كذا سنة. بدي اقول لك انت يعني يمكن تحديدا رشيد، انا على الان بعده براسي رشيد لهلا، وقت كثير بوقع بهالمسرحيه هلا اللي عم نلعبها بخصوص الكرامه والشعب العنيد، بوقع بدون انتباه بلهجه رشيد يعني، انه منيحه اذا شغله علقت مع العالم منيحه، شو العاطل فيها يعني؟ لا ابدا. بدون قام مثل شريط الكاسات اول شيء عم يعمل، هي بصير مش نورمال، في فرق لانه الكاسات ابطأ بتكون مشان ليه ما بتلبي دعوات، او احيانا شيء احيانا بيكون بخصك او بيتعلق لنقول بنوع من دعوات الاجتماعيه كنت عم تسالني عنها. لا هيدي في مقاطعه فيها مبدئيه، مقاطعه ايه ما دخلها بالنجوميه يعني. اذا انا يعني هلا مثلا الناس فايعه انه على اساس في مسرحيه بتصير بيذكروك الناس يعني، هلا عاد لك سنتين ثلاثه بلا مسرحيه مبعوث فيها مبعوث فيها، عرفت كيف طحشي عليك يعني كيف هكو ابو الزوز. لا احيانا اكثر من هيك، مش انه بيتذكروك لانك موجود بالبلد ومهم، احيانا بيكون لنقول مناسبه بتخصك، لنقول تكريم او ذكرى عاصي الرحباني ما بتكون موجود، هاي وحده من المناسبات خاصه كثير كمان فوق الدكه. لا بس المناسبات العاديه اللي بتجيك عليها دعوه هيدي في موقف مبدئي مش حاضر انا بعد كوكتيل بحياتي، يعني ما بعرف كيف بيصير الكوكتيل، شو بيعملوا بالكوكتيل بالتحديد ما بعرف، يعني بشوفهم لانه بيمرقوا بالاخبار اوقات انه واقفين ناس معهم كبات وكذا وهيك شو بيقولوا لها مسنا وفرضا كيف بيقولوا لها مزبوط باللغه المزبوطه العربيه والله ما بعرف، انه بتلاقي اثنين واقفين عم بيحكوا، هاي بعد مش حاضرها الا على التلفزيون، يعني ولا كوكتيل بحياتي فايت عليه لانه كنت فوت غلط يعني، انت بتعرف شو بدك تعمل. عندك نوع من شو بيقولوا خجل اجتماعي معين؟ ايه ما بعرف، مش لايق يعني، ما بعرف اللياقات اللازمه، فبتكون ملبوكه عيشتك فبلاها. خاصة إذا بده يصير عليك تركيز إنه شو محضر لنا وشو وينك وكذا وهذا. بتصير بدك تقول له شو بدك تقول له شو محضر لكم؟ بشكل عام بتخجل بتستحي مثلا؟ بأوساط ما بحس فيها بالريحة، بأوساط بحس الناس مثلي يعني إنه في احكي اللي بيطلع براسي، لا بالعكس يعني بصير جلغ بصفي، عرفت جلغ شو يعني؟ ثقيل يعني. كنتم مع العائل زين فعلا.
بده نجومية النص، ونجومية النص بتفرض عند زياد انه يقلل كتير وجوده مع الآخرين. يعني إنسان قليل ما تشوفه لزياد، قليل ما تقابله لزياد، ما لأنه إنسان ما بيحب يشوف حدا، أو إنه إنسان متكبر أو متعجرف مثل ما بيحكوا عبائرة المجلات. يعني لا، زياد إذا خلص من نجومية نص، عرض لك إياه إذا كان مسرح، قدم لك إياه إذا كان موسيقى، بينسحب من وراء البردية وبيبقى ماشي وراء زئيف الناس، وقدامه هذا العتم المحابي بيشوفه حدا ليوصل للبيت، وبيفتح بابه وبيرجع بيقعد يشتغل بنجومية نص بعده ناقص عنده لحتى يكمله، وقت اللي بيكتمل بيظهر لك نجومية النص الثاني. أما غير هيك زياد ما عنده طموح بنجومية، زياد بحب البيت الحلو، يعني بحب يكون معه مصاري، بحب يكون في له سيارة حلوة، بحب يمكن يسافر، بس زياد بحب هالاشياء على شرط انه يكون في معه مصاري بدون تسخير هاي النجومية ليجيب من وراها مصاري. فنجومية زياد نجومية كتير جميلة وكتير راقية، وكنت بتمنى انه يكون في حدا يعني بيتمتع بجزء او ببعض هيك نجومية. يعني يمكن لسبب الناس بتحترم زياد، كتار من الناس بيحبوا الفنانين، بس أنا أكيد ما حدا بيحترم إلا هالشخص اللي بيكون هيك. ليش فيها الاحترام لا مقدر لفيروز مثلا؟ فيروز نوعية نجوميتها ولا مرة استغلتها بهالطريقة هيدي. زياد كمان هيك، عاصي هيك. بدي أسألك عن ثيابك، شو كيف تختار ثيابك؟ ما بتختار، يعني اوسع شيء ما يلزق، شيء ما يلزق عليك. والالوان بتضل تنفس، يعني والالوان بهالاوضاع بتضل تتنفس. المهم ما تكون سنتري، بيقولوا لها المهم ما تكون انه سنتري، انه ظابطه. بس لما بتختار قميص وبنطلون لا، لما باليوم نفسه بتفتح الخزانه. مش انا بختار كمان، مش انت. ما عندي مشكله ابدا، مش من البيع، من الخزانه. لما بنقيهم من الخزانة، لا لا لا، اللي موجودة بالخزانة بلبسها دغري، يعني لا لون ولا شيء. لا لا لا، فوق مع تحت، اليوم ظابطين كحلة مع أنا ظابطين. بس إنه على أساس في تلفزيون وكذا ظبطناهم شوي. ما يقولوا لك كيف إنه هو مثلا عاملها كله مقصود بيطلع بسبب إنه هذا نجم، يعني له حق يركب أخضر على أزرق مع كحلة وبني، إنه هاي نطعة خاصة فيه. يمكن يطلع إنه اللي باقي لك مثلا هلا في شيء على الغسيل محطوط بده غسل، وهول الباقيين تلبسهم ما في هم، يعني طالما انك مش عم تفوت بمحلات اجتماعيا بتقعد تراقب هالاشياء. بس التلفزيون هذا قد ما كان انه مثلا انه طلعت انه هاي كحله مع ازرق مقبوله، بركي صورونا واقفين. طيب بس عاده هذه ولا وارد التفكير فيها، يعني يا ريت. بتحب الاكل؟ ما في وقت للموضوع اساسا. ايه بتحب الاكل؟ ما بتحب الفلاش، اكثر شيء بيكره الفلاش. والكونتراست لازم يكون قوي، حد يعني ابيض ابيض واسود اسود، يعني شوف صوره ملونه ما بحب، على طول اسود وابيض. وكادراج يعني هيدا، وصور اكشن لو كانت فلو بحبها، عرفت كيف؟ هي ميزته، وهو مزبوط هيك معه حق. يعني كمصور انا بقول انه معه حق، هو بكل شيء ما بيرضى يستغل، وهو أنا بعرف حالته المادية تعيسة، يعني وهي مناسبة إنه يحسن وضعه مثل كل الفنانين بيشتغلوا ليربحوا. في فنانين اليوم بيملكوا بنايات وإشياء مهمة، هو لا، أبدا أبدا. هو بس بيقول مشان البرستيج إنه قلت له بنعمل 5 صفوف قدام ب40,000، قال لي بنعمل صف واحد. يعني كرامتي لإلي مش كرامة حدا، كرامتي أني بس حتى ما يكسرني نعمل صف واحد ب40,000. طلعت مصاري؟ شو ما قلت خي، ما فيهم ما يصدقوك العالم، فمن شان هيك ما رح أزبطش، ما رح أوضح لك. Thank you.
زياد بيسألك شغلة، حبيت؟ ايه حبيت اشي كتير يعني. حبيت وحدة، حبيت مرة؟ ايه حبيت اكيد يعني. ايه وال شو رأيك بعلاقة الحب؟ يعني ضرورة كبيرة بالحياة، خاصة هيك حياتك. أوقات ما بيبقى لك شيء تعمله غير إنه تقعد أنت والشخص اللي بتحبه تحكوا على اللي. والزواج كان الحب، تزوجت أنت؟ إيه وقت تجوزت أو يعني زواج عملت، تزوجت مرة وطلقت، بس إنه كان عن حب. شو رأيك بالزواج؟ يعني مشروع عويس، إذا بده يكونوا فعلا الشخصين يعني عندهم حقوق وواجبات متساوية، مشروع كتير عويس. يعني إذا المرأة عم تطالب إنه بدها تشتغل شغلة اللي بيحسسها إنه هي كائنة موجودة غير لأنها تكون بالبيت، والزلم اللي عايش معها كمان عنده نفس ال هذا، بصير يعني بتصير عويسة العلاقة شوي يعني بعد ما وصلنا لصيغة. حتى مش عم بحكي عن لبنان يعني، حتى برا يعني المشكلة كل يعني كل يوم عم ترجع تتراجع لشكلها التقليدي، انه في صار فترة في قصة حركة تحرر المرأة، وانه جوزة بيقعد مع الأولاد إذا هي عم تشتغل وبالقلب. يعني هذه مش ضبط يعني هاي مؤسسة بعتقد مؤسسة صايرة هيك بحكم الواقع انه لازم يتجوز الواحد، بس مؤسسة بتصور عم تتفكك بالعالم يعني، وما كتير يعني رغم انه بتحس انه بيقولوا مثل دارج انه بده حدا واحد يوقف معه باخرته يعني. طبعا مش انه هو جيب له اخرته، لا يعني اذا هو جايب له اياها كمان مضطر يوقف معه بالاخر. مؤسسة معرضة لل يعني بسبب انه لازم يكون في تواصل وانجاب والنسل والعالم تتواصل، انه هاي العائلة ما بيسوى تنقرض مثلا. في ناس بيتجوزوا كرمال انه عائلتنا رح تنقرض، انه عائلة صغيرة بلشت انه ما عم تتجوز وكذا رح ينقرض بيت اكس. يعني شيل هاي عجنب الانجاب يعني والتواصل ومدري شو. ثلاث ارباع البيوت بعتقد يعني البيوت المؤسسات الزوجية مش مرتاحة، لانه الاقتصاد بفوت على الحياة اوقات اكتر من العلاقات الخاصة، وبيخرب العلاقة الخاصة غير مزاجات الشخصين اللي هي لها علاقة بالوضع العام دائما، انه بفكروها مشكلة شخصية اوقات، انه انا ما عم تفهم علي وانت ما عم تفهم علي، بتكون مبلشة اوقات من ضغط المجتمع عليك يعني، انه انت قدام الناس بدك تكوني هيك بإلا لمرته، بس ما يكون في ناس عملي اللي بدك اياه يعني معناتها هذا تأييد للحريه، وهي بالتالي كمان بتطلب منه اشياء انه ليه بتعملني قدام الناس هيك وبس ما يكون في ناس هيك. يعني مؤسسه يعني فيها ملكيه قويه قصه الزواج، يعني بحسوا الشخصين بالملكيه المتبادله، يعني انه انت لي وانا لك وخلص انتهى العالم كله. صعب يعني، وبغض النظر يمكن على المجتمع، جوهر العلاقة هون إذا ما كان بقلبه أشياء من برا بتعبيه بصير متعب، بصير ممل ومتعب، وبصير بيقولوا لك بحل محل الحب شيء تاني التفاهم، بس يحل التفاهم يعني نكبت العلاقة حلت القصص. هني بيعرفوا اثنين، بس إنه بالجرائد ليطمئنوا العالم إنه صعب يروح الحب، بس بيجي التفاهم، بيجي التعود والعادة. على سيرة الزواج، أنت عندك ابن وسميته عاصي، بالنهاية لما جاك ولد سميته مثل ما كل البيات بلبنان وبالمنطقة بيسموا أولادهم على اسم البي. أنا يعني صراحة بدي لك شغلي، أنا كتير بحترم بي كإنسان يعني شو عمل هو وكموسيقي يعني، وحتى يعني جزء من آرائه بالحياة مش كله يعني. عنده آراء متطرفة كتير يعني، ما ضروري نأتي على ذكره بالله، العالم بيعرفوا عاصي الرحباني الفنان، عنده آراء متطرفة ببعض الأمور يعني، ما في مش لا أنا ولا أنت ممكن حدا يلتقي معه عليها يعني، بس
جزء من آرائه كتير معجب فيها بالحياتية، وطبعا شغله الفني يعني مش هحكي عنه، حكيت كتير انه انا بعتقد انه يعني هو اكتر واحد علمني موسيقى، يعني غير استاذي اللي علمني هو اكتر واحد علمني موسيقى. بس التسمية ما بتدل كانت انه اذا ما بتسمي ابنك على اسم بيك يعني ما بتحبه. انا كان عندي اسم مشروع لاسم تاني، بس كمان المجتمع المحيط فيه بتحضر دغري الاخلاق كلها منين تنزل ما بتعرف، انه ما بيجوز الا ما يكون اسمه عاصي. هذا بيكون اسمه عاصي منشان هذا التواصل عم بحكيك عنه، الانجاب والتواصل. انا كان عندي مشروع اسم طالع عبالي ما قدرت سميته اياه، لقد ما اقرب الناس واكثر الناس انفتاحا يعني براسهم قال ما بيجوز. شو اللي ما بيجوز؟ كلمه ما بيجوز يعني عرفت كيف؟ خلص يعني. بلا ولا شيء بحبك، بلا ولا شيء ولا في بهالحب مصاري، ولا ممكن في ليرات، ولا ممكن في أراضي، ولا في جوهرات. دعينا اقعد بالفي مش لحدا هالفي، حبيني وفكر شوي. طب شو اللي بيسليك؟ يعني شو الاشياء اللي بتسليك؟ شو بتتسلى؟ موسيقى. الموسيقى بتسمع يعني؟ ايه بتسمع موسيقى، تنقل شريط من اسطواني على كاسيت، ترجع تنقلها كاسيت لواحد صاحبك كذا، انه كل النهار بقلبه شيء له علاقه بالشغل. هيدا الحكي قريب من الشغل، عدا بعيد عن الشغل. لا ما بتتسلى بشيء؟ لا اكل، الاكل احيانا بيسلي. ما بعرف العب طاوله مثلا. ولا ورق ولا ولا ورق ولا شيء بالباصره يعني. يعني مين بدك انه تجيب واحد هلا علمه الباصره؟ شو قوانين الباصره؟ بيغلبني دغري. تتذكر كم قصر مارق وكم خوري وكم هذه البنت بالوال يعني على صعيد التسلية اللي ممكن الناس بيقطعوا فيها وقت يعني. حل كلمات متقاطعة، أنا بصير فكر شو هالعبقري اللي مركبون، إنه معجب فيه كتير اللي بيركب لك إياهم إنه فاضيين هيك وبيطلعوا كلمة، بس إنه فوت فيها لو شو ما كان يعني. لو عون بعده عم بيقصف لهلأ وقاعدين ما بلعب كلمات متقاطعة. تقرا؟ ايه بقرا بشكل دويم يعني؟ لا هيك موجات من القرايه. شو نوعيه قرايتك؟ اكثر شيء بقرا يعني علم نفس، لانه بحس كثير مرتبط باي حوار بكتبه بين مخلوق ومخلوق ثاني، مش مسرح يعني. قلت لك انه ماني قاري مسرح غير اللي بالمدرسه لا فرضوا علينا انه ندرسهم غير علم النفس. وبالانتاج الفني مثلا بالشعر وبالروايه؟ لا ما بتقرا شعر. لا وبتشوف سينما طبعا؟ اقل من قبل يعني بسبب وضع السينمات. ما دوي بالسينما على الفيديو يعني؟ لا ما الفيديو ما في يتحمل، بتحمل السينما فيديو في شيء بيصير معي نعس لو كانت الساعه 6 عشيه، شيء دور ابو نص ساعه في شيء بيطلع منه الظاهر. بالسينما محمولي أكثر الشاشة الكبير يعني. النظر لازم I'm
وعيك العميق ما حيخلص الشريط. وعيك العميق وتميزك بهالوعي، تميزك عن بشر كل يوم وعن هيدا، خليك انسان حزين ولا انسان سعيد؟ بدون ما تحلل كثير سؤال جاوبني اللي بيطلع معك. مش مبسوط، ما حدا ما بعتقد حدا مبسوط مزبوط يعني، بس في ناس اذا ما فك يعني ما فكروا كثير بيرتاحوا. قطع اللبنانيون جلجلة 17 سنة من الدمار والحرب والمؤامرة، هل ترى أن الديمقراطية والحرية ما تزالان تجريان في دمائهم؟ وكيف تتيقن من ذلك؟ تيقن؟ يعني بهنيك؟ بهنيك؟ لا والله من جد سؤال فظيع. تتيقن؟ تتأكد يعني. كيفك انت ملت؟ ألا يحز في نفسك أنك لم تحظى بأي تكريم رسمي أو حتى وسام من رتبة فارس؟ فارس؟ فارس بني عياد؟ واحد منه قالوا من الطارق؟ قالوا طارق بن زياد، هيداك رايح كان جديد مسافر على الخليج بده يشتغل. كيف؟ دق واحد صاحبه قال له من الطارق؟ قال له طارق بن زياد، هو اسمه غير شيء. افتكر انه لازم يجاوبه شيء اسم عربي مهم ليفتح له. فكان يبدو يحز. لا 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 يحز، لا يحز خالص. ولا يعني رح يكون في ورطه اذا حدا بيفكر يعمل تكريم لشيء. لانه اساسا ما لازم يكرموني بشيء. لانه اذا هن على مزبوط على اللي عم بيفكروه ما لازم يكرموني، على اللي عم بقوله ما لازم يكرموني. لانه الحكي كل العالم بتحكيه مثل بعضه، مش المهم شو بتعمل. بعدين بكير ليكرموني بلشوا يفاولوا علي من هلا يعني. وثالثا انه بتكرم واحد طلع من بلده بشيء. نحن ما في عنا عمل مسموع بدوله عربيه اساسا. اذا بكرموك بيكون عندهم فراغ. مرق معهم شي فترة فيها فراغ انه شو بنعمل هالاسبوع؟ هات لشبين مش مكرمينه بقى. مش معقول يكرموني وما بدي يكرموني، بتمنى عليهم يعني. لانه بعيش العالم يحبوني اذا كرموني. كل العالم اللي هلا بيحبوني اذا عرفوا انه كرموني ما بعدوا يحبوني. ليك هي فيها مقفية كمان. شكرا جزيلا. بدها تلحق. وكل العالم بتخمن انه هذا اخوة الزلمة، انا بعتبره من اذكى عالم، لانه عايش يعني شايف اوروبا وين باوروبا وين بامريكا، مستوى تفكير العالم بشو بالهم، ونحن بالهم عندنا هاي الدلعونة والمجنة، بتعرف هو هالحركات ابداي ابداي بكل شيء ابداي. انه الارمن بيحبوا كثير لان هو هيك اوبن هارت، بس ليش هو ما بيحب الارمن يعني؟ حديثه حلو ومسرحياته مميزه بتحسها غير المسرحيات اللي بنشوفها دائما. كل شيء بقوله زياد الرحباني بعتبره ناموس بالنسبه لي.
مش لدرجة الكتب السماوية، بس إذا بقى نحكي على الوضع اللبناني كل شيء بقوله شخص فلسفي. زياد رحباني شخصية غريبة طلعت من لبنان، فريدة من نوعها، وشو ما الواحد يحاول يوصل لمستوى زياد رحباني ما بيقدر يوصل أبدا. إنسان كتير عبقري وبيحب المزح كتير. والله ما بعرف، جيت مبارح البلد ما عندي فكرة عنه أبدا. بحب مسرحياته، يعني بحب وقت بدي اضحك مثلا ارتاح بحب احضر له مسرحياته لمسيو زياد. بلاحظ انه زياد رحباني ما لازم نفكر انه كوميدي بس، بالعكس في كل كلمة بيحكيها بلاحظ انه زياد رحباني كل كلمة بتحكي بتعني عن موضوع سبونتينيوس. زياد انا زياد شخصيا مو معجب فيه بالمرة يعني، بس امه اكيد معجب فيها. يعني كل شيء بدي اقوله عن زياد انه ما حدا بيفهمه، نقطع السطر ابدا. مع العلم انه فيروز هالشيء ضخم سفيرتنا الى النجوم، زياد الرحباني اعطاها زخم اكثر على تجدد، ما صارعها لا بالعكس احياها، في ناس بيقولوا موتها لا بالعكس احيا اغانيها زياد الرحباني. تجربته بعتقد تجربه مش منقول جديده، بس تجربه كثير مهمه، لانه مثل ما قلنا بتعبر عن اماني عن احلام شعب عن فكره. زياد الرحباني ابن فيروز ملحن حالي رائع، يعني هيك ما بكفي انه واحد مثل زياد الرحباني او اثنين او ثلاثه او اربعه، لانه الشعب كلنا شعب بعدنا ماشيين منطلقين على البركه ابدا. انا بيعجبني بشخصيته وشكله حلو زياد رحباني، شكل كوميدي تقريبا. ما فيني اقول لك هيدي، يعني ما فيني اقول لك انه وقت اللي تسمعت على كيفك انت كنت برا وحسيت بدي ارجع على لبنان ابدا. انت ابدا بكل شيء ابدا. نطرونا كتير كتير عم اوقف دارينا، نطرونا كتير كتير عم اوقف دارينا، لعرفنا اساميهم لعرفوا اساميهم دارينا عم اوقف دارينا. I'm out of there.